بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. الاهلي الليله النهارده حلقه خاصه جدا وحلقه مميزه جدا قبل لقاء الاهلي والوصل الاماراتي على كاس زايد في دور ال 16. طبعا مباراه مهمه تكون بكره ان شاء الله الساعه 5:30 بالتوفيق للنادي الاهلي. النادي الاهلي اللي الكل مستني نقدم عروض في الفتره اللي جايه مميزه جدا كاب وعدت مباراه الترجي والبطوله الافريقيه والمنتظر الكثير من الجهاز الفني واللاعبين في مباراه الغد. مستر باتريس كارتيون في المدير الفني للنادي الاهلي في المؤتمر الصحفي اتكلم عن اهميه المباراه واكد ان الفريق جاهز بالشكل الامثل وقال انه كان عنده مشاكل في الفتره اللي فاتت وان شاء الله الفتره الجايه هتكون فتره مميزه وقال ان المباراه النادي الاهلي بيلعب فيها على المكسب وان لعيبه النادي الاهلي قادرين على المكسب. النهارده هيكون معانا عدد من الضيوف المميزين جدا. فقره يوم الاربع الثابته او الفقره دايما المميزه اللي دايما بيبقى الواحد جاي سايب هذه الفقره تمشي بحريه تامه وبيكون معايا نجم كبير جدا هو الكابتن علاء ميهوب اللي هيكون ضيفنا في اولى فقراتنا الحواريه. ثم الفقره الثانيه فقره يعني مميزه وفقره جديده علينا في قناه الاهلي. معانا نجم من النجوم الكبار ولكنه واحد من ضيوف مصر وفي بلده الثاني كابتن حسن مقيم حارس مرمى الوصل والمنتخب الاماراتي اللي هيكون معانا ونتكلم عن الجانب واستعداد نادي الوصل بشكل كبير. اما الفقره الثالثه هتكون مع زميلي محمد سعيد والكابتن عمرو الحديدي فقره مميزه ايضا للحديث عن الكواليس ويمكن محمد محضر شويه مفاجات للكابتن عمرو والوقفه الدفاعيه والكلام في هذه الامور في هذا التوقيت. ثم الفقره العالميه والختام مع محمد سعيد. خلينا اقول لكم بشكل سريع امبارح وانا موجود كنت بتكلم على قصه الحكم الزامبي وما كانش لسه طلع قرار ايقاف الحكم الجزائري لكن الامور ما كانتش واضحه شويه ولكن يبدو ان في مستندات دامغه الجانب الانجولي فرقه اول اغسطس الانجولي مقدمه مستندات مهمه ومقدمه ادله مهمه جدا على الحكم الزامبي وهذه المستندات ترقى لاهتمام الاتحاد الافريقي. وخلينا اقول لكم لما لجنه الانضباط هي اللي تاخد القرار مش لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي يبقى في كلام كتير، لكن الزج بالحكم الجزائري في هذا التوقيت حكم نهائي افريقيا والذهاب امام الترجي وانك تحطه في هذا التوقيت وتقرن حكمين، حكم ادى لغى هدف صحيح 100% وهو الهدف الثالث لاول اغسطس واحتسب ضربه جزاء بعدها مباشره، وحكم ثاني تقنيه الفار فيها مشكله، فيها كاميراتها مش مظبوطه، الفار علشان تشتغل عليه بشكل كويس انت بتتكلم في 32 كاميرا، بتتكلم ماتش اتذاع ب 10 كاميرات، وعايز اقول لكم مفاجاه ان قبل ما يكون قرار حكم المباراه كان قرار حكم الفار. حكم الفار هو اللي اتكلم معاه حكم المباراه وقال له على قراراته، وبالتالي من الصعب هنا تربط بين الحكمين وتتكلم في ان الحكم ده عند بيميز وتتكلم في ان الحكم ده، ما تربطش الواقعتين ببعض في الاتحاد الافريقي لان الواقعتين مختلفين تماما. وبالتالي اذا صح الكلام ان الجانب الانجولي قدر يكون معاه مكالمه او تسجيل او ما يثبت تورط الحكم الزامبي اعتقد هيبقى فيه مفاجاه كبيره في خلال الأسبوع الجاري إذا تم إثبات هذا الأمر من خلال التحقيق مع الحكم الزامبي. خلينا نقول إن أولى فقراتنا مع الكابتن علاء ميهوب ونطلع فاصل سريع ونستقبل الكابتن علاء ميهوب. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي. اولى فقراتنا الحواريه دايما يوم الاربعاء بقول لكم فقره حواريه دايما مميزه لسوء الحظ يعني ولحسن الحظ. الاربعاء اللي فات انا كان عندي ظرف ما جيتش والكابتن علاء برضه كان عنده ظروف ما جاش. لكن النهارده بنستمتع بالكابتن علاء ميهوب وبيعود مره اخرى لفقرته
المفضله. منورنا يا كابتن ومشرفنا. اهلا بك يا هاب. بقينا اسبوعين بعيد عن بعض على فكره. احنا اهو جمعنا الحمد لله. الحمد لله دايما يا رب في الخير. يعني وانا جاي مش عايز اقول لك التليفون مليان رسائل، اسال الكابتن علاء قول له كذا، اسال الكابتن علاء. فانا عايزك تستحملني النهارده شويه. تحت امرك. تحت امرك، كله بيسالوه. ربنا يخليك. بقى نبدا، ابدا من عندك. اتفضل. انت عامل ايه؟ انا الحمد لله كله تمام. شايف الاجواء اللي بتمر بيها قلعه النادي الاهلي الكبيره وطبعا احنا دايما كنا بنقول يا كابتن مفيش حاجه اسمها وان سايد جيم، تكسب على طول وبتروح على طول. لكن الاهلي حط جمهوره في هذه المنطقه وبيأدي في الفتره اللي فاتت بشكل رائع جدا وبطولات، ولكن من الطبيعي ان بيجي وقت كده بيبقى فيه نوع من تراجع الاداء وبيبقى فيه مرحله تحديث فرقه. الاهلي في انهي مرحله؟ الاهلي في مرحله انت بتتكلم عليها دلوقتي يا هاب، المرحله اللي هي حصل حاجه مش متعودين عليها ولا لعيبه الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي. الجماهير متعوده دايما على مكسب وبطولات. بالنسبه للجماهير العظيمه بتاع النادي الاهلي، المرحله اللي فيها النادي الاهلي دي بالنسبه لهم حاله غريبه، عشان كده تحس ان الاجواء سخنه جدا، اللي هو مش ده النادي الاهلي اللي هو يخش بطولتين افريقيا ما ياخدش الاثنين ورا بعض بغض النظر على الاسباب. لكن جمهور الاهلي متعود على بطولات، دايما نادي بطولات. لكن هو في ميزه الحمد لله في جمهورنا، دايما جمهورنا ده حاله لوحده خالص، ان هو دايما معاك. لو حاجه حلوه هو معاك، حاجه مش حلوه او حاجه سيئه زي ما نقول، هو برده معاك، هو معاك في كل الاوقات. زي ما هو بيقدر لعيبه النادي الاهلي على مر الاجيال وبطولات جابوها كتير قوي، عارفين لعيبه النادي الاهلي نفسها وروحها في جماهيرها، عشان كده الشعور متبادل. الناس كلها عارفه النادي الاهلي مش هو النادي الاهلي الفتره دي، وجماهيره اول الناس طبعا. لان النفس اللي بياخده الجماهير بطولات، مكاسب، اداء حلو. ليه الاهلي مش الاهلي في هذا التوقيت؟ لان في حاجات كتير قوي، حاجات كتير قوي اتغيرت، وفي عندك حاجات مش بايدك، اصابات. مشكله كبيره جدا يا هاب، لو رجعت الشهر اللي فات كم اصابات مع نجومك. معلش، ما هو كل فريق فيه اعمده كده وفي نجوم هي بتعمل الفارق في الاخر. طبعا. 10 لعيبه و11 لعيب في الملعب، لكن كل فرق العالم، ما عشان كده انت النادي الاهلي الكبير فبتجيب نجوم كبيره. كل طبعا. الناس كده، ريال مدريد كده، برشلونه كده، يوفنتوس، كل الفرق كده. لكن عدد البطولات والمباريات اللي لعيبه النادي الاهلي لعبوها مع بدايه الموسم ده، لو قارنتها باي فريق في العالم، الاهلي لعب كميه مباريات اكبر من اي فرقه لعبت السنه دي. واتكلمنا انا وانت هنا وناقشنا الموضوع ده، قلت لك هو ده الضريبه اللي بيدفعها النادي الاهلي. النادي الاهلي هو سيد افريقيا زي ما بقول، بطل ابطال في كل حاجه. اي بطوله اللي هيخليها حلوه واللي هيخلي الانظار كلها تروح على مين؟ اكيد النادي الاهلي لازم يبقى موجود فيها. هي دي الضريبه اللي بتدفعها يا ايهاب. اوقات بقى الضريبه بتيجي على ايه؟ على حسابك انت، اللي احنا فيه دلوقتي. اللي احنا فيه الحظ العسر ان يبقى عندك عدد لعيبه من الاصابات. بالظبط. طبعا واللعيبه يا كابتن بتبقى عندها روح المبادره، يعني عايزه تشارك فتقرص على نفسها، تجهز بسرعه، ما تاخدش راحتها، الاصابه ترجع لها تاني، وبالتالي زي احمد فتحي. زي احمد فتحي نموذج دايما بضرب. انا دايما بضرب احمد فتحي نموذج في كل حاجه حلوه في كره القدم فعلا. والله حاجه الواحد بيتمنى يبقى فيه خمس ست لعيبه كده في كل فريق زي حاجه زي احمد فتحي، نموذج الواحد دايما يبص عليه. لكن اوقات دايما العقل هو اللي حاكم. انت عايز تلعب ونفسك وكل حاجه، لكن لا، لو انت مستليم ما تلعبش. اللي بيكلمك ده طبعا انا اسوء واحد في الحكايه دي. اسوء واحد في الحكايه دي انا. يعني انا لاعب على غضروف ممزوق سنه كامله، نادي ومنتخب. فهي الكره هي في لعيب بيقدر يعمل كنترول على نفسه ويتحكم كويس قوي، وفي لعيبه بيبقى خلاص عايز يلعب. زي احمد فتحي، زي ناس كتير جدا، زي ما كان زمان. انت لعبت سنه على غضروف ممزوق في ركبتي، منتخب ونادي، ما كنتش بعض. ده على فكره غباء كروي مني، عشان بس هو مش فرحه، ده غباء كروي، هو ده اللي عاجب اصابات كتير. حماس، خليها حماس. لا بص، لا غباء، اسمه غباء مش حماس. حماس حاجه، غباء حاجه ثانيه. لكن دايما في حاجه شداني، بحب الكوره قوي، بحب النادي الاهلي جدا فوق ما تتخيل، مش عايز ابعد عن النادي الاهلي، مش عايز ابعد عن فرقتي. كلها جت توابع بقى، مفيش داعي لذكرها. لكن الفتره اللي احنا فيها دي يا هاب، الكلام اللي دايما بنقوله هنا، انت بقى بتدفع الضريبه، ضريبه اشتراكك في بطولات كتير، بس غصب عنك، عشان انت بمنتهى السهوله كده انت النادي الاهلي. ما في واحد يقول لك طب مثلا بطوله عربيه، طب ما كانش الاهلي شارك فيها، طب يعني انت فاهم؟ مش هتنفع. ما هو انت، لان احنا برضو خلي بالك الكابتن الخطيب ومجلس الاداره كان قال حاجه، اللي ان النادي الاهلي عليه دور مجتمعي كبير جدا. بالظبط. مجتمعي على المجتمع العربي في الوسط الافريقي في مصر. بالظبط. فبالتالي هي دي كلمه ضريبه اللي انت بتقولها يا كابتن. لان انت النادي الاهلي معمول لك هاب ايه؟ مع احترام كل الانديه اللي في الوطن العربي كله، بس اسم النادي الاهلي تحس هي الحاجه اللي محليه البطوله، الحاجه الحلوه في البطوله.
نادي الاهلي يعني جماهيرك كبيره في كل حته، ما ينفعش بطوله مش فيها النادي الاهلي، ما ينفعش خلاص. لكن هي للاسف جات السنه دي الظروف معاكسه شويه، بقول لك اصابات وبعدين خرجنا من افريقيا، هنركز على البطوله العربيه ان شاء الله، في مباراه مهمه جدا بكره ان شاء الله يا رب نعديها على خير. وبكره تعدي المباراه اعتقد هتلاقي فيه هدوء شويه، لان الناس دلوقتي انت خرجت من افريقيا، طب احنا الناس عايزه بطوله، البطوله العربيه بطوله كبيره جدا وجوائز ماليه عاليه قوي، والنادي الاهلي لما ان شاء الله يفوز بالبطوله العربيه النادي الاهلي اسم كويس قوي، وهتضاف لك بطوله، كلمه بطوله للنادي الاهلي وجماهيره الى حد كبير يا اهاب بتريح شويه. اه طبعا الحلم كان الاكبر افريقيا طبعا، وانا كنت صعب بتتكلم دلوقتي، لكن تيجي البطوله ان شاء الله عربيه حاجه مش وحشه، عندك كاس ان شاء الله، عندك دوري ان شاء الله البطولات المحببه، داخل في افريقيا الجديده. يعني احنا بص يا اهاب بنتكلم على كم الاستحقاقات كانت موجوده في النادي الاهلي وانت داخل بطوله افريقيا تاني خلاص كمان شهر ولا حاجه. طبعا شهر 11 بالزبط. يعني في الاخر الشهر ده في البطوله، والضغوط بقى كابتن اللي موجوده، يعني انت بتتكلم في كم من المباريات المؤجلة وضغط منافسين بيأدوا بشكل كويس، فريق النقاط بيزيد، فكل دي ضغوط على لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني. بص يا هاني، أنت الشهرين دول أنت في ضغط ما عداش على حد في النادي الأهلي كده، فعلى جيل في النادي الأهلي. أنت داخل في زي ما بقول إيه، حرب كروية، داخل على بطولة قوية جدا الدوري العام، وعندك كم مباريات زي ما أنت بتقول مؤجلات، ومفيش وقت إنك تريح، مفيش وقت إنك تعالج مشكلة، ومفيش وقت انك تضيع نقطه. دي بقى طبعا ده الضغط الاكبر يا ايهاب، انت مفيش وقت عندك تضيع نقطه واحده من كل المؤجلات دي، عشان كده زي انت بتقول ضغوطات كتير قوي. لكن زي ما بقول لعيب النادي الاهلي واللعيبه الكبيره دي متعوده على الضغوطات. ما ايه يعني ضغوطات؟ طول عمرنا عايشين في ضغوطات، عشان دي الضريبه تدفعها حضرتك ان انت نجم في النادي الاهلي، مطالب بحاجات كتير قوي، زي ما الحمد لله دايما اسمك كده معروف الى ما شاء الله، ليك حاجات بتدفعها. لكن الحاجه الغريبه يا ايهاب، الفتره دي فترة صعبة على النادي الأهلي، خلينا نيجي نتكلم بصراحة. نتكلم بصراحة، فترة صعبة في إيه؟ أنت خرجت من بطولة أفريقيا اللي أنت كان نفسك تفوز بيها ومركز كل تركيزك عليها، وخرجت بشكل لا يليق بالنادي الأهلي خالص. لا لا لا، مفيش حد، مفيش أهلاوي على وجه الأرض يقول كلمة غير كده خالص، بره النادي جوه النادي لعيبة كل حاجة، مش هو ده النادي الأهلي، ما نخرجش كده، مع الاحترام الكامل لفريق الترجي، لكن ما اخرجش كده انا خالص. تمام. فالوقتي خلاص خرجت من بطوله افريقيا اللي هو كان الحلم الاكبر. خلاص ماشي، صدمه وكده وفي علاج. ودايما الفرق الكبيره والانديه الكبيره لما تحصل لك كبوه ما تنامش وتقول لا خالص اطلع اطلع، اكيد سبحان الله الغلط ده عشان تصحح حاجات ثانيه. كارترون النهارده قال احنا بنتعلم من اخطائنا. بالظبط. وقال في اخطاء وبنعالجها، وعالجنا بعض الاخطاء. فاكيد الجهاز الفني شايف مكمن الخطوره والاخطاء فيه. اكيد اه، وزي ما بقول لك انا ما سمعتوش خالص والله، لكن ده بقول لك اما الفرقه الكبيره ما يحصل حاجه اتعلم من اخطائك، طول ما انت بتتعلم من اخطائك انت هتبقى احسن. طول ما بتتعلم من اخطائك هتوصل للحاجه الاحسن، مش يبقى الحاجه الاحسن اسكت، لا لا خالص. الذكي اللي يتعلم من اخطائه، اخطأت، طب انا اخطأت ليه؟ عشان اصلح. بتغلط عشان تصلح، بتقع تاني مش عشان تنام، عشان تقف، تقف وحش تاني اكيد. من رؤيتك للفرقه في الفتره اللي فاتت وضغط المباريات والاصابات، هنعدي الجزئيه دي ونخش في بعض الاخطاء اللي ادت لهزيمه النادي الاهلي لقب الافريقي، كانت ابرز الاخطاء في فرقه الكره الفتره اللي فاتت ايه؟ فنيا مفيش ترابط. مش هو النادي الاهلي، مفيش ترابط في النادي الاهلي، مش شكل النادي الاهلي ده. في حاجه كمان مهمه ضاعت من اللعيبه في المباراه دي، يمكن عشان الضغوط الخارجيه كانت عاليه قوي، اتكلمت فيها انا وانت هنا، حته الروح ما كانتش هي روح النادي الاهلي. مش دول، لا 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 لا، في حاجه ناقصه. ليه؟ يعني ممكن تبقى فنان وحش يا ايهاب. كويس. ليه؟ يعني حته الروح دي ليه؟ وعدد كبير من اللعيبه دي عندهم الروح وادوا قبل كده وشفناهم بشكل كبير. ولاعيبه كبار جدا وعندهم خبرات كتيره جدا، لكن اليوم ده كان يوم غريب على لعيبه النادي الاهلي. يوم غريب وبتحصل. بس مشكلتك ان هي حصلت في النهائي. حصلت في النهائي والشكل العام ماتش ملوش رجعه خلاص. بالظبط، انا بقول لك الشكل العام كمان وحش. مفيش حد اللي بيحب النادي الاهلي، اللي بيحب النادي الاهلي فعلا من قلبه وبجد، لما تحصل حاجه زي كده لا يقول لا في غلط، النادي الاهلي مش هو النادي الاهلي، مش ده يعني مش المباراه النهائيه دي، انما ما بقاش شايف الخطا والف وادور كده، لا لا خالص. عشان تبقى كويس لازم تعالج اخطائك زي ما اتفقنا. ففنيا لا، ما كناش كويسين في المباراه دي، روحك وحماسك مش موجوده، وده دي بقى انا عندي استفهام اللي انا بتكلم فيها. انا ما يهمنيش بقى فني مش فني، دي ممكن بتحصل، لكن دايما
ده نهائي يا ايهاب 90 دقيقه تبقى بطل افريقيا المره التاسعه. دي كانت غايبه. طيب. ودي اللي انا مش لها اجابه. ودي قلنا يوم يعني من كلام حضرتك يعني يوم وخلاص وعدى. الجهاز الفني يعالج الكلام ده ازاي وعنده مباراه تساوي بطوله بالظبط. النتيجه اللي اتعملت في مباراه الذهاب تعادل ايجابي بهدفين للوصل، فبالتالي على ملعبه الامور افضل ليه. بالظبط. ازاي في الضغوط دي كلها وفي ظل الخروج الافريقي الجهاز الفني يتعامل؟ هو تعامل اولا قبل ما يتعامل فنيا، تعامل نفسيا. صدمه الخروج كانت مؤلمه جدا يا هاب، وده اللي انا كنت عارفه عن كل اللعيبه من بعد رجوعهم من تونس. خدوا اجازه 3 ايام، وثلاث ايام كانت اجازه انا متاكد انها اجازه سخيفه. ان مفيش حد، اكيد كل الناس قاعده في بيوتها بيسمعوا طبعا ردود الافعال السوشيال ميديا، طبعا اكيد مفيش حد فرحان. فكانت اجازه بالنسبه لهم مش حلو، لكن رجعوا تاني نفسيا مسكتوا، اتعامل كويس قوي، اتكلم، خرج من البطوله، الموضوع انتهى، بدا يفكر في الحاجه الثانيه الجاي بقى خلاص. اصل صفحه افريقيا يا ايهاب اتقفلت، مش هترجع لها تاني. حتى لو خدت البطوله كده كانت هتتقفل خلاص بحلوها ومرها. هي اتقفلت عشان انت مطالب ببطوله ثانيه، هي اتقفلت بحاجه باخطاء كتير، لكن عندك وقت انك تعالج، واللعيبه دي تعرف تعلمك، تعرف تعالج اللعيبه دي كويس قوي. داخل على بطوله زي ما بقول لك يا ايهاب، هي بطوله عربيه، لكن بعد خروج من افريقيا خدت اهتمام من اللعيبه وجماهير النادي الاهلي قوي جدا. قوي. والمباراه جايه في وقت زي ما قلت ايهاب 2-2 هنا، نتيجه مش النادي الاهلي، نتيجه 2-2 هنا مع الوصل، الوصل عمل مباراه ممتازه واتكلمنا عليها انا وانت هنا. 2-2 نتيجه مش في صالح النادي الاهلي، مطالب انك تروح ان شاء الله وتوصل الامارات ترجع وساعتها قلنا من الطبيعه يا كابتن ان اللعيب يبقى بص على الماتش على افريقي وممكن ما يكونش مركز، وده طبيعي جدا. واتكلمنا بالظبط، انا دايما احنا بنتكلم ايهاب هنا ايه؟ قبل المباراه مهمه او بعد المباراه مهمه؟ يعني انا فاكر بتكلمني انت بقول لك نفسي نكسب مباراه ترجي بس مش عايز استقبل هدف، حتى انت قلت لي هدف، قلت لك لا، هدف بالنسبه لنا احنا وحش هنا. بالنسبه لهم هم هيبقى عندهم دافع. الناس كانت بتفكر في افريقيا وده طبيعي، مهما تحاول تخرج اللعيب من نهائي افريقيا مش هتقدر. فخلاص خرجت من افريقيا، يبقى عندك كل تركيزك دلوقتي ان شاء الله في مباراه بكره ان شاء الله مع الوصل، ترجع ان شاء الله بفوز وتبدا زي ما بقول لك انا فوز هتهدي الامور شويه، كل الناس هتهدى، كله هيهدى ويبدا يفكر في الكم الماتشات المؤجل اللي انت مطالب ما تفقدش فيه نقطه عشان انت بتلعب على بطوله الدوري. كان كابتن ربيع ياسين معايا امبارح وكنت بتكلم معاه في بعض الامور الفنيه، بس في امور لازم اقف معاه يعني لازم اتكلم فيها. اما يكون النادي الاهلي بيقفل بشكل كويس جدا ولكن يبقى الاختراق من العمق من الديفندرين والمساكين في بعض الاخطاء متكرره في الفتره اللي فاتت في وسط النادي الاهلي وفي خط دفاع النادي الاهلي. اخطاء كانت واضحه. لا واضحه عشان متكرره ومتكرره، اخطاء واضحه وفعلا متكرره. وزي ما بقول لك المشكله يا ايهاب الفتره اللي فاتت ايه؟ دي الوقت عندك ومبارياتك كتير، انت مش قادر يبقى عندك وقت انك تصلح اخطائك، مش لاقي الوقت ده. انت من مباراه لمباراه في اخطاء بس كانت لازم تتعالج وتتعالج بسرعه شويه. والاخطاء دي بتحصل في اي فرق، في كل لعيبه العالم وكل الفرق، لكن زي ما بقول لك الخطا يتعالج بسرعه لكن ما يكررش. الكلام اللي قاله كابتن ربيع والكلام اللي انت كنت بتتكلم فيه دلوقتي تكرار الخطا. ودي الحاجه بقى اللي عليها انت استفهام، تكرار خطا في فرق كبيره حاجه مش مقبوله، لازم يبقى في علاج وعلاج بسرعه شويه. انا اعتقد ما فيش حد هيستحمل ايهاب حاجه تحصل لفريق النادي الاهلي تاني بمنتهى الصراحه كده، ما فيش حد هيستحمل. جماهير الاهلي بتكلم عليها، لا الناس كلها واقفه معانا الحمد لله، واقفه كويسه قوي، جماهير بلعيبه قديمه باداره بكل طبعاً حاجه، طبعا كله واقف لان مش من المنطق ان زي ما بقف جنبك وبفرح في الاوقات السعيده والاوقات الحلوه في الاوقات دي اوقات الشده دي، بالعكس انا اول واحد واقف في ظهرك زي ما مع مجلس اداره، اول ناس واقفه ورا مستر كالترون وورا الفريق، هو ده الصح. بما فيهم كابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويرجع بألف سلامة. لا واقف ومتابع وكل حاجة لحد آخر لحظة. في الوقت إن الحديث لو مستر كارترون اتغلب هيمشي من النادي الأهلي. كلام كتير قوي. كلام كتير وناس كلام حطوا وضغوط. على فكرة كلام وضغوط وناس حطوا أجهزة كمان يعني. أنت متخيل؟ كتبوا أجهزة وكل حاجة يعني. لكن كل ده كلام يعني، عشان كده بقول لك مباراة بكرة تعديها اللي أنت بتتكلم فيه ده هتلاقي كل الناس هديت خلاص، في هدوء هيحصل. الناس تقول الحمد لله وعدينا وكده، وتبدا تبص للاخطاء اللي عندك بس ايه، وانت هادي وانت فرحان
دايما لما تيجي تعالج خطا ما تعالجوش وانت مشدود وقرفان هتعالجه ازاي؟ لسه قبل الحلقه كان في اهداف ليك شايفها ومباراه حلوه شغاله على المصري على الهواء بتاعت المصري واداء ودايما كوره النادي الاهلي تعودناش على الكوره الطوليه تعودنا على الكوره القصيره والباص والاستحواذ هو ده. هل غير كارتيرون من طريقه اداء النادي الاهلي؟ هاخد كلامك الفضل. كله لكن عندي تقرير خلينا نطلع نشوف تقرير مهم جدا مع الأستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثة النادي الأهلي من الإمارات ونعود لنتواصل. شكرا لك زميلي أبو الخطيب زميل محمد سعيد كل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان استعدادات خاصة وقوية جدا طبعا لفريق النادي الأهلي في بطولة كأس زايد دالية الأندية الأبطال الأهلي والوصل الإماراتي إن شاء الله بإذن الله تكون هذه المباراة من نصيب النادي الأهلي مباراة غاية في الأهمية لفريق النادي الأهلي لكن زي ما بنقول الكل على قلب رجل واحد بإذن الله نصعد من هنا من هذه المباراة بالأدوار القادمة في البطولة العربية بينضم لي كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأمين الصندوق المهندس خالد الرندلي برحب بيك طبعا خالد بيه في البداية وأنا عارف إن في مجهود كبير بيبذل من مجلس إدارة النادي الاهلي توفير كل سبل الراحه لفريق النادي الاهلي همنا كبير في الموضوع هذه المباراه مستطيل الاخضر باذن الله يحسم هذه المباراه حابب تقولي في البدايه على الاستقبال وعن هذه المباراه خالد طبعا في البدايه يعني بنشكر كل الشكر والتقدير لاخواننا اهل الامارات عامه وخاصه نادي الوصل الاماراتي والقائمين على اداره نادي الوصل حقيقه الاستقبال حافل من المطار لحد الفندق لحد الترتيبات اللي معموله كل حقيقه الحقيقه يعني احنا ده اللي عهدنا بيه من شعب الامارات واخواننا واحنا مش حاسين بغربه وكل حاجه متيسره فده طبعا اول حاجه وشكر واجب يعني نمره اتنين بقى بالنسبه للمباراه المباراة بنقول احنا بعد مباراة الترجي يعني يجوز الثقة اهتزت شوية في بعض اللعيبة الجمهور الآن على مستوى الفريق انما مرينا بحاجات دي كتير ثقتنا كبيرة في لعبتنا المباراة دي هتكون بإذن الله نقطة تحول لاستعادة الثقة لأن مباراة مهمة بغض النظر انها بطولة مهمة وماديا ومعنويا وفيها منافسة كبيرة بكل الفرق الكبيرة اللي بتلعب فيها انما احنا بنقول هي بالنسبة لنا كنادي اهلي نقطة تحول لاستعادة الثقة دي واللعيبة بقى يرجعوا منصورين يركزوا بقى لان احنا عندنا مباريات مهمة كتيرة جاية سواء في الدوري او في الكاس وبطولة افريقيا هتبتدي تاني قريب جدا فكلها ضغط فلازم النهارده اللعيبه تفهم ان المباراه دي مباراه استعاده ثقه قبل اي حاجه تانية. احنا مش بنقول اعذار يا خالد بيه لكن مشاركه النادي الاهلي في اربع بطولات في ظل ضغط المباريات خلال الفتره الماضيه دي من غيابات واصابات ولعيبه بيتم ايقافها ظروف محيطه يمكن مش عايزين نتكلم عليها في مباراه تونس امور كانت صعبه جدا بالنسبه للنادي الاهلي لكن جمهور النادي الاهلي ما بيبصش غير على المكسب لكن اداريا وفنيا امور كانت صعبه جدا على ما اعتقد خلال الفتره اللي فاتت. بص هي طبعا احنا الظروف اللي مرينا بيها في مباراه الترجي وظروف عمرنا ما مرينا بيها قبل كده ظروف صعبه جدا ظروف تحت ضغط كبير على اللعيبه وعلى الاداره وعلى الجهاز الفني على كل حاجه يعني انما برجع اقول احنا ما تعودناش ان احنا يبقى فيه شماعه للخطا او الغلط احنا ما كناش موفقين فعلا في المباراه الاخيره انما احنا مش ده مستوانا مستوانا الفعلي هيبان بكره ان شاء الله وانا عندي ثقه كبيره ان يعني هنرجع ان شاء الله منصورين عشان كل محبي النادي الاهلي يبقى عارفين الاهلي لسه بخير الاهلي ما اهتزش والاهلي لعيبته كبار لعيبته عندها خبره وعندها روح الفنيله الحمراء فباذن الله كده انا متفائل بان هنرضي كل من هو ينتمي للفنيله الحمراء. انا بضم من صوتك لان يمكن تدريب الامس كان فيه يمكن حماس كبير جدا لمستر باتريس مع اللاعبين حمسهم بشكل كبير جدا كلمهم على اهميه الفتره اللي جايه واهميه كمان هذه المباراه واضح ان يمكن النادي الاهلي استعد من القاهره ويمكن على الطريق الصحيح ان شاء الله خالد بيه. انت خدت بالك امبارح في التمرين اول مره احس ان المدرب صوته عالي متنرفز قلقان وانا مبسوط من كده بصراحه ان ده بيعكس قد ايه هو مهتم قد ايه اللعيبه تحت ضغط لازم يحسوا ان دي مباراه مهمه جدا فانا مبسوط جدا من التمرين امبارح والنهارده عايز اقول لك المعسكر بادي من يوم ثاني يوم ماتش الترجي يعني لان يعني عارفين المباراه دي هي اللي هترجع لنا كل ثقتنا المباراه دي مباراه مهمه جدا واللعيبه مروا بحاجات كتير قبل كده يعني احنا كان عندنا نفس المباراه
في تشيب تاون بتاع بوتسوانا. احنا كنا رايحين كنا معانا نقطه واحده يعني، ممكن لو تعديلنا ما كناش هنكمل يعني. فالحقيقه كان الحماس بتاع اللعيبه ان احنا كسبنا هناك على الارض، وكنا على فكره اتعرضنا لضغوط كتيره هناك برضو وكسبنا ورجعنا ووصلنا لاول المجموعه ورجعنا لعبنا فاينل بعد ما كنا معانا نقطه واحده في اخر المجموعه ولعبنا فاينل كنت ممكن تكسب. فالنهارده برضو انا بقول ان شاء الله النهارده رغم التعادل 2-2 انما احنا جادرين واللعيبه جديره بانها تثبت ان النادي الاهلي لسه قوي ولعبته خبرتهم وادائهم وانتمائهم للنادي الاهلي، وهم مصرين ان شاء الله يعملوا نتيجه كويسه ان شاء الله. عشان ما اطولش عليك، اكيد احنا عارفين لعيبه النادي الاهلي مش محتاجه رسائل ومش محتاجه تحفيز، لكن لابد ان انا اخد منك كلمات لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه جدا، اللي اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. والله انا عايز اقول لهم دي مباراه مصيريه وهي مباراه البطوله، انا بقول دي مباراه البطوله سواء للدوري او سواء للبطوله العربيه. ان شاء الله ان شاء الله. الف شكر. شكرا. كل الشكر تقدير للمهندس خالد الدرندلي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وامين الصندوق على هذه التصريحات. ان شاء الله ثقتنا كبيره في كل لاعبي النادي الاهلي في الجهاز الفني باذن الله النصر للنادي الاهلي. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تبذل كل ما هو في وسعها من هذه من اجل هذه المباراه ومن اجل اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. مستمرين معاك كالعاده زميلي ايهاب الخطيب زميلي محمد سعيد ولقاءات خاصه هنا من ملعب نادي الوصل على شاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك زميلي ايهاب، عوده ليك زميلي محمد. شكرا زميلي كريم احمد. يمكن تقرير مميز جدا مع الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي في الامارات، وقال مباراه فاصله، مباراه فاصله ومباراه صعبه جدا، المباراه دي هتكون فاصله في البطوله العربيه وفي الدوري الممتاز. هي فاصله في حالتك دلوقتي اللي احنا كنا بنتكلم فيها، يعني الاستاذ خالد الدرندلي بيتكلم على اللي احنا بنتكلم من بدايه الحلقه وراء اهميتها بقت اهميه جامده جدا. الناس كلها وقت مستنيه ايه؟ في اوقات كده مباريات بتيجي تقول لك المباراه دي هي اللي هتفوق الفريق، دي اللي هتبعد شويه حته الضغوط، هي دي المباراه دي. هي جات لك بقى ان هي مباراه الوصل، مباراه صعبه، نتيجه القاهره هنا نتيجه بالنسبه للنادي الاهلي غريبه شويه، لكن النادي الوصل زي ما بقول دايما ادى مباراه ممتازه. مطالب بكره ان شاء الله تعمل مباراه كويسه ترجع فايز. زي ما بقول لك ايهاب مكسب بكره اللي قاله كابتن خالد الدرندلي دلوقتي هينسيك شويه بطوله افريقيا شويه، هيخليك تخش تلعب مباراه دوري العام وانت في نفس جديد استفاق بالظبط في روح جديده. عشان كده بقول لك مباراه بكره دي خدت اهميه مش طبيعيه. يعني تحس ان هو ده تحس الناس خاصه ان انت مش حاسم من لا مش حاسم من القاهره من القاهره، يعني كابتن خالد قال لك دي انا حاسس هي مباراه نهائيه. هي مباراه نهائيه في نتيجتها بالنسبه للنادي الاهلي. فوقان يحصل فوقان زي ما بقول لك انا تحصل كده شويه هدوء شويه راحه، الناس بتتكلم كتير وضاغطين قوي على النادي الاهلي وضاغطين على لعيبه النادي الاهلي، وده طبيعي يعني بيحصل كتير قوي على فكره. اللي بيحاول يعالج ايهاب واللي بيحاول يعني ايه يزود الامور شويه، لكن تدريباته جديه على لعيبه النادي الاهلي. لا النادي الاهلي مش جديه من هنا بس يا ايهاب، انا حضرت تمرين او قبل ما يعني كان قبل السفر بيوم، لا الناس كلها مركزه، الناس كلها حاسين ان في حاجه حصلت مش طبيعيه، حاسين ان جماهيرهم زعلانه منهم، حاسين ان في بطوله ضاعت كان نفسهم يجيبوها. كل الاحاسيس دي تبان في تدريبات النادي الاهلي وتركيزهم، لكن ان شاء الله بتمنى بقى كل التركيز ده وكل الاحاسيس اللي جواهم دي وكل الروح اللي بيتكلم عليها كابتن خالد دي ان شاء الله تترجم ويكون يومهم في المباراه. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه ان شاء الله، بكره يبقى يومهم ويقدموا مباراه كويسه مقنعه، الجماهير كلها موجوده، التذاكر كلها خلصت تماما، تاخد بكره حتى الاجواء في الملعب وبره الملعب تحس ان انت في القاهره هنا، جماهيرك في كل حته كبيره جدا طبعا. الاجواء في الامارات حاجه ممتعه، مش عايز اتكلم على الاستقبال، ان الاستقبال ده الشيء الطبيعي لاهل الامارات بلدنا ما شاء الله. بلدنا الثانيه فعلا زي ما بيقولوا، ما فيش اي مشكله خالص، المباراه كلها بكره كل الحاجات كل الظروف الخارجيه موجوده انك تقدم مباراه كويسه، المهم بقى الوقت في ال 90 دقيقه بتاع بكره ان شاء الله. كابتن علاء يعني انت بتتفق كده مع الكلام اللي قاله الاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي انها مباراه فعلا مصريه؟ طبعا هو قالها يعني لو كان بيسمعنا كان نفس الكلام، يعني فعلا مباراه مصريه وخدت الاهميه دي ايهاب على اساس الـ 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 الايام اللي فاتت كلها اللي انت عديت بيها في بطوله افريقيا والاجواء اللي حصلت. قبل الفاصل فاكر كنت بسالك ايه؟ كنت بقول لك الاستحواذ دايما عند النادي الاهلي كان اكتر، الكره الطوليه مش بتاعت النادي الاهلي، هل مستر كارتيرون غير في طريقه اداء الكوره في النادي الاهلي وفنيات النادي الاهلي، ولا هي ظروف المرحله بظروف بعض الاصابات وبالتالي ما عندكش اللعيبه اللي تادي بطريقه لعبك؟ في دايما ايهاب كل مدير فني بيبقى عنده طريقه لعب ويعتمد على بعض العناصر المهمه اللي تأدي له
الطريقه دي والتفكير ده. اللي انت قلت طبعا صح مليون في الميه. بتيجي عليك اوقات الناس اللي بتادي المهمه دي في الملعب مش موجوده، ظروف اصابه، ظروف اي حاجه تاني، بتختلف الاداء بتاعك او بتختلف نتائجك. انت بتضطر اوقات تعمل حاجات مش بتاعتك انت، بس انت عشان انت عدي مرحله، عايز اعدي المرحله دي. زي بقول لك مباراه بكره مرحله مهمه جدا، انت عايز تعدي بكره باي شكل من الاشكال، عدي بكره باي حاجه، وان شاء الله بعد كده في ترتيبات تانية، في حاجات تانية، في تفكير تاني، في حاجات اكيد اللي احسن. انك داخل كمان على بطوله مهمه جدا، بطوله الدوري، ومؤجلاتك الكتيره، وعندك برضو الحد اللي بتكلم فيه دلوقتي ايهاب، اصابات واصابات طويله. يعني انت عندك بكره ناس غايبه مهمه جدا 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 في فرقتك. لكن دايما بقول البديل نجم كبير، وفرصه، فرصه انك بكره تثبت لا لعيبه النادي الاهلي موجوده حتى في كل الاحوال. البعض يعني شاكك في مستر كارترون، انا بتكلم معاك بصراحه، والبعض نسي ان مستر كارترون لما جه كان الاهلي عنده نقطه وحيده وكان مهدد من الخروج من البدايه افريقيا صح، من المجموعه، وانه ما يكملش وادى بشكل كويس. يعني ايه اللي اتغير؟ رغم ان الراجل لعب في صعوبات كبيره جدا، الراجل جه الفرقه كان عندها نقطه، خلصت اول مجموعه، يعني عملت قلبت الترابيزه زي ما بيقولوا. اللي اتغير النتائج، اتغيرت النتائج في مباراه واحده بس. فلكن هل كل الحساب لا بص لا اصل الحساب ده مش حساب اداره النادي الاهلي. احنا ما بنحسبش بالقطعه اهي، بالعكس انت بتشتغل في ظروف ممتازه وبتسيبك خالص وبعدين في الحساب في الاخر، لكن مش بالقطع. يعني مش هقول له انت في الاول كنت هايل فانت برافو وشجعه، ولو حصل حاجه لا انت وحش وغيرت الطريقه وغيرت الاداء وغيرت الهويه والشكل، لا خالص. زي ما كان حصل حاجات كويسه، وطبعا اداره النادي الاهلي حتى ما قالتش حاجه، عشان ده الطبيعي يا ايهاب. انت جاي مدير فني مع النادي الاهلي العظيم، اكيد عشان نتائج كويسه واداء كويس. حصل في الاول زي ما قلت، تفضلت قلت في بطوله افريقيا عندنا نقطه واحده، الراجل قدر يعدي بيك ووصل بيك نهائي. كل الكلام ده يحسب لمستر كارترون وجهازه الفني. لما تحصل مباراه مع بطوله عربيه، مع دوري، بالظبط كل الكلام دي كلها حاجات ضغوطات كتيره جدا. لكن لما تحصل مباراه، انا معاك ان مش اي مباراه، دي بطوله، فما ينفعش اروح عامل مسح كل اللي عامله الراجل. هل مباراه الاتحاد ما كانتش ناقوس خطر؟ اتحاد سكندري في الدوري، بس هي المشكله انت مش قادر تاخد نفس كده وتبدا تشوف الاخطاء بتاعتك. ولعيبتك كلها مش جاهزه. بالظبط، ولعيبتك مش جاهزه، عندك اصابات. انت مش بص يا ايهاب، انت مش قادر تجمع فرقتك وتبدا تعالج، ما عندكش وقت، لعيبتك مصابه كلها من مباراه لمباراه 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 المنتخب، بس مش قادر. عشان كده بقول لك هو محتاج وقت، بس مش وقت عشان مش عشان يحسن في حاجه، وقت عشان يبدا يشتغل على الاخطاء اللي فاتت في الكتيره قوي اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت، اللي متشافه كويس قوي وهو اكيد شايفها، لكن هو عايز يعالج الاخطاء دي في وقت كويس. يعني عدم معالجه الاخطاء بشكل سريع، هذا لا يعني ان الجهاز الفني مش واخد باله. لا طبعا الجهاز الفني يكون واخد باله كويس جدا، لكن ادوات علاجه مش مكتمله، مش لسه صح كده، خصوصا وقت. الوقت اهم، ما فيش وقت اساسا، ما عندكش الوقت. لكن اللي انا عارفه قبل المباراة مستر كارترون وجهازه بيتفرجوا على المباراة اللي هيلعبوها، بيشوفوا كل حاجة فيها، بيتفرج بعد المباراة يشوف أخطاءه هو ويبدأ يكتبها، يشوف كل حاجة بيسجلها، بس الوقت العلاج إيه؟ هي دي مشكلة. وبعدين يا أنا بقول لك الفترة اللي فاتت فترة مش حلوة في النادي الأهلي، كان نتائج وضغوطات ومش لا فترة مش حلوة، عشان كده مش قادر أعالج أخطاء أنا. لكن زي بقول لك أنا أعالج أخطائي في وقت صح، في وقت كويس. عشان بص المباراة إحنا بنتكلم عليها إزاي بتاعت بكرة يا إيهاب، معناها كانت ممكن تبقى مباراة عادية جدا وطبيعية جدا، خدت أهمية اللي هي بكرة نهائي غصب عننا، غصب عن الجهاز، غصب عن أي حد. بكرة المباراة أنظار جماهير النادي الأهلي كلها رايحة لها، مش مباراة عادية، مش الأهلي بس، والمنافسين مستنيين، كله مستني بقى يا ترى الأهلي هيعمل إيه، يا ترى الأهلي هيعمل إيه، إن كل واحد راسم حاجات تصور في دماغه. جماهير النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي عايزين ان شاء الله بكره ان شاء الله يا رب يعني نعدي المباراه على خير، عشان تبدا كل حاجه تتحط في مسارها الصح. جماهير او ناس تانية عايزين الاهلي يتعصر، ان هو عارفين الاهلي لو رجع ان شاء الله زي ما حضرتك قلت وزي ما الاستاذ خالد الرندالي قال، المباراه المصريه في كونها مؤثره بعد كده على مباراه الاهلي الاخرى في الدوري وفي الكاس. وقال ايه في الدوري؟ لان هو كابتن خالد عارف نوعيه لعيبه النادي الاهلي وعايش في النادي الاهلي من زمان، هو عايز مكسب عشان تخش على المباريات الصعبه جدا والتوقيتات القريبه جدا وانت حاله كويسه. انت مش محتاج بص يا ايهاب، انت مش يعني معنى اصح مش مستحمل وقعه تاني. نخلينا صراحه مع بعض، انت مش محتاج وقعه تاني، كفايه قوي اللي حصل في افريقيا،
خلاص ان فوقان فقت خلاص بقى، لا دي بطوله راحت تفوقك، لكن ما تجيش بسلبي. هي اه طبعا حاجه مش كويسه، لكن ما تبقاش تاثيرها سلبي عليك. ما جاوبتنيش على جزئيه هل مستر كارترون الشكل الفني في الكرات الطوليه مضطر اوقات بتبقى مضطر تلعب حاجه مش بتاعتك، مضطر، عشان كده بقول لك هو اضطراري. لكن لو مسكت من بدايه الموسم اهم من ما مسك مستر كارترون كان عنده، لا كان في لعب وكان في جمل وكان في حتى اهداف شكلها حلو قوي والامور كانت كويسه. وبتحصل برضو زي ما بقول لك، بتحصل في كل الدنيا، لكن زي ما بقول لك الموضوع ما يطولش معاك، لان انت ولا بتاع كره طويله ولا بتاع خالص، انت ما شاء الله عندك احسن لعيبه موجوده عندك في مصر كلها. كولوبالي انقذ يعني بمجيئه حاجات كتير جدا، وهذا المركز كان فيه عدد من الاصابات وعدد من المشاكل، لكن برضه سرعان ما الناس تتكلم، جه الراجل وثبت نفسه سريعا واشتغل وحط اهداف ودفع بشكل كويس. كلام والحديث البطء، الكره الارضيه صعبه، يعني الامور بتتغير يعني بالليله وضحاها زي ما هي. هي بتتغير على تبع النتائج، وزي ما بقول لك مش ده مش كلام، مش كلام يعني مش كلام سوشيال، سوشيال ميديا مش كلام اهلاويه خالص، يعني خالص استحاله حد من الاهلي بيتكلم كده. لكن الراجل جه السوشيال ميديا لا تدير، لا لا نعم ايوه، لا لا خالص ما تكملش الجمله. الراجل جه كلوبالي مسك كارترون، انت فاكر يا ايهاب ده جه لعب على طول بالظبط، ما اتشالش خالص، واهداف احرزها، والراجل عنده ثقه فيه كبيره جدا، هو عارفه كويس قوي، والراجل ادى كويس كلوبالي. مش لما يحصل انت شايفه ازاي؟ كويس طبعا يا ايهاب، ما هو الاول يا جماعه كره القدم دي ما فيهاش مجاملات. وحش ماتش الثاني هتقعد، الناس كلها شايفاك، مش هينفع. لكن ما فيش حد كمان يلعب في النادي الاهلي عشان المدرب هو اللي جايبه والمدرب هو اللي عايزه، ما ينفعش. انك انت عندك في المكان ده واحد واثنين وثلاثه، لو هو مش كويس هيقعد. يعني مش حكايه ان انا جايب لعيب وشاريه وكده، لا، لكن اخطا فطبعا انت السكاكين طلعت، ده كذا ده كذا كذا، طب ده كذا وده كذا وبطيء ومش عارف ايه، طب هو فين من الاول؟ من اول ما جه في النادي الاهلي ولعب والناس كلها بتتكلم بتقول لك اخطاء ورده، ما يكون في خطا ما هو بيتعالج، اذا تكرر الخطا ده يبقى في كلام. بس بص يا هاب، المشكله مش في الخطا، المشكله الكبيره في تكرار الخطا. بس الاخطاء كله بيخطا، لكن تكرر الخطا وما يتعالجش دي اكبر مشكله ممكن تقابلك. تكرر وما تعالجش يبقى خطا في حتتين، طبعا طبعا فنيا وفي اللاعب نفسه. هنا تقول لا ابص على حد تاني بقى، حد من اللي هو عايز يلعب، حد ما هو جاهزين. لكن خطا وبيتعالج والراجل بيستوعب كويس قوي، اعتقد تبقى الامور طبيعيه جدا. مباراه مهمه جدا في ظل برضه غيابات، في ظل غيابات في الجهه اليمنى ابرزها احمد فتحي، اكيد ده برضه بيحط محمد هاني كمان طبعا، ده بيحط ضغوط بقى على المدير الفني انه يبدا يشوف مين هيوظف في المكان ده، لعيب زي احمد فتحي خبرات، لعيب زي محمد هاني سد في المنطري، تبدا بعض اوراقك تحطها في مكان مش بتاعها. زي ما حصل مع كريم ميدفيد في النهائي، اضطر الراجل يلعب كريم مكان هاني، ما فيش حد. يعني اصابه هاني كمان عملت له بعض المشاكل شويه، لكن اصابات كتير ومؤثره ولاعيبه مؤثره، هي دي بس الحاجه اللي انا بتقلقني. يعني احمد فتحي على عمرو السليه، على جاي على معلول، اربعه اقوياء جدا طبعا، وده كمان محمد هاني اللي هو مكان احمد فتحي، او الراجل اللي هيكمل معاه مكان احمد فتحي، اعتقد كتير شويه، لكن في بدائل كتير جدا وده موجود. والمهم ان الناس تعرف ان بكره في مسؤوليه كبيره جدا عليهم، اللي هيلعبوا بكره ان شاء الله، اذا كان هشام مع عاشور اللي هيبدا بكره، يعرفوا ان في بكره مسؤوليه مضاعفه. عاشور برضه في تدريبة امبارح كانت شد، ويا ريت الزملاء يشوفوا لنا يعني مداخله من هناك او الامور، عشان يكون معانا كريم احمد يشرح لنا برضه بعض الامور اللي حصلت. لكن هو عاشور ممكن يبقى بس اجهاد شويه، انت عارف عاشور ما شاء الله، يعني الله اكبر عليهم، الراجل على طول بيلعب، ممكن يبقى اجهاد شويه، لكن عاشور هيلعب بكره ان شاء الله، متاكد من كده، مش هيبعد عن المباراه خالص. وده بقول لك البركه في الموجود، بس البركه الموجود في حاجه ظاهره لازم توصل، او هي اكيد وصلت، لازم الناس تعرف بكره ان وراها بكره مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا، ماليش دعوه بطوله عربيه، لا بكره المباراه في حد ذاتها، المباراه نفسها مسؤوليه كبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، تجاه حاجه واحده بس، جماهيرهم وتجاه ناديهم. وجماهيرهم الاول، ان جماهيرهم لهم حق بكره ان شاء الله يفرحوا، ينسوا الحاجات اللي حصلت في مباراه الترجي، من حق لعيبه النادي الاهلي للمره الثانيه بكره، وما زي ما قبل كده يقول لا في جماهير عظيمه ورانا، من حقهم بكره ان شاء الله يفرحوا، اذا كان هنا في مصر او في الامارات او في اي حته، ان شاء الله بكره جماهير النادي الاهلي كلها تفرح. في المحاضره اللي كانت امبارح مستر كارترون مع اللعيبه قبل بدايه المران الاول، اتكلم معاهم في ثقته فيهم الكبيره، واتكلم معاهم في قدرتهم على تخطي الوصل، وده كلام حضرتك،
لازم الجانب النفسي طبعا يبقى شغالين عليه بشكل كبير ويؤدي فيه بشكل كويس جدا. واكد انه واثق في لعيبته، قال لهم المباراه دي انا ما عنديش ادنى ثقه ان انتوا تقدروا تفوزوا بشكل كويس. كلام جميل جدا وكلام مقنع وكلام يديك ثقه ان هو بيحط ثقته في لعيبته ان بكره ما فيش دو شك ان هو ان شاء الله بكره يكسبوا مباراه بهدوء بتركيز بلعيبه النادي الاهلي. هو كان لازم يتكلم كده يا ايهاب، ما ينفعش اتكلم غير كده. انت محتاج وقت الوقت محتاج فيه كلام هادئ جدا، كلام يحفز اللعيبه، يحفز اللعيبه يديهم ثقه في نفسهم، ان في اوقات الثقه بتهرب شويه من اللعيبه. الحلو انك ترجع الثقه بسرعه لعيبتك. مباراه بكره مهمه جدا، هترجع لها حاجات كتير جدا جدا جدا. وعجبني في اسلوبه ان هو بيتكلم باسلوب هادي، ممكن حتى بس يكون اللي انا عارفه اتعصب في تمرينه ولا حاجه، بس ده مطلوب على فكره. لكن حته في التوقيت ده يعني في توقيتات برضه مطلوب. مطلوب طبعا بالظبط، مطلوب انك لا انت يعني حتى لو حد مش واخد باله، لا احنا في موقف وحش لازم شويه فوقان شويه. فده المطلوب بكره ان شاء الله. وكل كل الظواهر بتقول ان بكره ان شاء الله يعني متفائلين خير ان شاء الله. الظاهر بتاكد ان شاء الله. وانت شايف ومرت حاجات كتير، انت نجم كبير في النادي الاهلي ولعبت كبير، اكيد عدت عليك مواقف شبيهه. كل 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 وانت لاعب وانت مدرب، وانت لاعب وانت مدرب بتخش في في, في دايما في المواقف دي. هي دي حياتك في كره القدم، كلها مش كلها مش كلها مكاسب ومش كلها خساره الحمد لله، لا في وفي. بس ذكائك ده بقول ده معاك هنا، ازاي تتعامل، تتعامل مع مكسب ازاي، وتتعامل مع الخساره او الاوقات السيئه اللي بتعدي عليك الوقت ازاي، هو ده الذكاء. هي دي الانديه الكبيره اللي طبعا على راسها النادي الاهلي الحمد لله، ازاي تتعامل ومش افرح اول حاجه والفرحه تاخدك، ومش يحصل لك موقف زي اللي احنا فيه للناس كلها وبنتكلم انا وانت ان الظروف مش حلوه ومطالبين بكره بحاجه تانية خالص. ازاي تتعامل معاها، مش بعصبيه ومش بشد ومش ضغط على اللعيبه زياده اكتر من هو بس تذكير كده، انتوا النادي الاهلي، انتوا يعني الحمد لله ما من احسن اللعيبه الموجوده في مصر. حته ثقه الوقت ده يا ايهاب مش عايز ضغوطات زياده، هي عايز ثقه، ترجع ثقتك لعيبتك، تديهم بكره اهميه مباراه بكره، اهميه مباراه بكره ليك انت كلاعب في النادي الاهلي والجماهير اللي مستنياك ان شاء الله بنتيجه كويسه. هل الهزيمه الافريقيه رغم تاثيرها السلبي هل ممكن يكون لها تاثير ايجابي في مباراه الغد؟ انك عايز تكسب وعايز تطلع من الكبوه اللي انت فيها دي. ما انا بقول لك هي كلها انت بص بتاثير خسران مباراه، بس خدها خدها للحاجه الصح، ادي لك حافز بالظبط، حفز نفسك انك تلعب على بطوله بكره ان شاء الله، يبقى بدايه بطوله تكسب بطوله عربيه، يبقى الشكل العام متغير تماما. اكيد اكيد طبعا. واكيد يا كابتن يعني المباراه دي هي طبعا مباراه مهمه، مباراه عنق وزجاجه ومباراه مصيريه، لكن لازم تبقى لعيبه هاديه بالظبط، ولازم تبقى لعيبه لانها مباراه مش سهله، لان المنافس فرقه الوسط فرقه مميزه جدا، عنده عدد لعيبه من المميزين فابيو ليما وكايو وديليما وثلاث لعيبه برازيليين، هم ثلاث لعيبه برازيليين هم وبيأدوا بشكل كويس جداً. ومميزين جدا، هم المميزين عندهم دايما الثلاثه اللي قدام، سرعة جدا ومهاريين جدا ومقلقين، وده هي بس القلق في المباراه ان الناس المميزين عندهم في الخط الامامي زي ما بنقول. طب عايزين نخش في الاحداث ونتابع الامور من هناك ونروح للامارات سريعا، ونستقبل على التليفون زميلنا كريم احمد. مساء الفل يا كريم. تحياتي ليك زميلي ايهاب، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل الساده المشاهدين. تحياتي ليك وتحياتي الكابتن علاء ميهوب. كريم ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتني حبيبي علاء، ازي حضرتك؟ منور الحمد لله. كريم طبعا اكيد تقارير مميزه جدا واخبار مميزه عن بعثه النادي الاهلي في الامارات، لكن انت في الاحداث النهارده الامور مشيت ازاي؟ التدريب انت شايف الوضع عندك هناك عامل ازاي؟ الحقيقه طبعا يمكن اكيد في البدايه طبعا زميلي بتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب، طبعا مسؤول النادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اكيد هنا يمكن دي رساله من كل الجماهير هنا اللي بتقابلنا في الجاليه المصريه وجمهور النادي الاهلي. الحقيقه يمكن وصلوا رساله لابد ان احنا نكون امناء، فحابين ان احنا طبعا نوصل الرساله دي من خلالك. لو بطمنك بشكل عام طبعا على فريق النادي الاهلي في حاله تركيز شديده جدا، يمكن زي ما نقول كابتن محمد يوسف وكان بعمل لمدير الكره مع الجهاز الفني بقياده مستر باتريس في محاضرات يمكن منفرده مع اللاعبين، ويمكن حديث جماعيه اللاعبين مع بعض الجهاز الفني. الحقيقه يمكن حاله التركيز دي شايفينها في فندق الاقامه، الجو العام بيبقى في الامور العاديه بيشوف بعض الصور التذكاريه، بيحاول الجمهور ان هو يكون مع لعيبه النادي الاهلي، لكن يمكن رغم كده بنشوف بعض اللعيبه بتحاول ان هي مجرد ان هي خلصت التمرين بتتوجه على الاوتوبيس مباشره نظرا لحاله التركيز الكبيره، لان مباراه مهمه جدا بين الايهاب وكابتن علاء. انتوا عارفين طبعا اهميه هذه المباراه، ليس فقط ان هي يمكن التعادل الايجابي كان في القاهره، لكن
الظروف والامور المحيطه والخروج طبعا بالبطوله الافريقيه اللي كنا بنتمنى طبعا، وجمهور النادي الاهلي كان بيعمل اكيد ان احنا نكون في هذه البطوله، لكن بناكد كل مره بنقول كعاده البطل وكعاده النادي الاهلي لابد يكون في غلق لاي صفحه طبعا فيها اي اخفاق والتركيز خلال الفتره القادمه من خلال هذه البطوله، بطوله كاس الزاهر للانديه الابطال مباراه الاهلي والوصل الاماراتي ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جديده لفريق النادي الاهلي نحو البطولات القادمه سواء البطوله العربيه او بطوله الدوري العام وايضا كمان بطوله كاس مصر. بشكل عام يمكن النهارده كان صباح اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراه، الامور الاعتياديه زي ما قلنا طبعا النادي الاهلي يرتدي الطقم الاحمر بالكامل، الزي الاساسي لنادي الوصل الاماراتي الزي الاصفر، حارس المرمى لنادي الوصل يرتدي الزي الاخضر، النادي الاهلي حارس المرمى يرتدي الزي الاسود، الوصول كالعاده طبعا يكون قبل المباراه بساعه ونصف، الفريقين هيتحركوا في وقت واحد مع طاقم التحكيم الكل هيكون في مركب واحد للوصول الى نادي الوصل الاماراتي اللي هيستقبل هذه المباراه. يعقب الاجتماع الفني النهارده صباحا كان المؤتمر الصحفي الاول لمستر باتريس كاتيرون بحضور كابتن حسام عاشور الكابتن فريق النادي الاهلي، في اهتمام اعلامي كبير جدا من جانب الامارات وايضا كمان بعض الصحفيين المصريين المشغلين طبعا او متواجدين هنا في احد المواقع كانوا ايضا متواجدين بكثافه. الاسئله طبعا يمكن كانت خاصه مستر باتريس بشكل كبير جدا وايضا كمان كابتن حسام عاشور، يمكن الناس حاولت ان هي تستفسر مستر باتريس كاتيرون على الاستفاق في البطوله الافريقيه، كيف يرى هذا الامر وهل هو خايف او مش خايف عن هذه المباراه ان هي تكون بالنسبه له يمكن نهايه المطاف، وده كان سؤال صريح من احد الصحفيين. يمكن الراجل جاوب بسياسه طبعا وباستراتيجيه، قال طبعا يمكن انا ليا الشرف ان انا كنت ضمن هويه النادي الاهلي ضمن المجموعه المميزه جدا سواء لاعبين او ايضا كمان اعضاء مجلس الاداره. كابتن حسام عاشور ايضا كمان اتسال عن الامور الخاصه بال طب قبل ما ادخل على حسام عاشور اكيد عدد من الاسئله وعدد من الاجابات لكارتيرون، ابرز ما قاله مستر كارتيرون في المؤتمر الصحفي. استكمل معاك زميلي ايهاب ايضا كمان مستر باتريس قال يمكن مش احنا طبعا رغم الاخفاق اللي حصل في مباراه الترجي التونسي لكن اكيد قال ان احنا ادينا اداء خلال الفتره اللي فاتت امور يمكن كانت خارج عن الاراده من بعض الاصابات وبعض الغيابات، وايضا كمان يمكن ذكر بعض الامور الخاصه بمباراه الترجي التونسي من التحضير هناك امور كده يمكن ما حدش ان هو يستفيد فيها بشكل كبير. سال عليه يمكن احد الصحفيين قال له انت احمد حمدي يمكن مستبعده برؤيه فنيه مع ميدو جابر ومؤمن زكريا، قال بصراحه احمد حمدي لعب قد ايه في المنتخب الاولمبي؟ قال يمكن الزميل الصحفي اللي كان متواجد قال بس هو ضمن القائمه، قال لا يمكن انا بشوف اللعيبه انا عندي يمكن بعض العناصر اللي شابه وعناصر مميزه، عندي وليد سليمان انا مثبته في مركز 10، ناصر ماهر ايضا كمان بيجيد هذا المركز، احمد حمدي يمكن اخذ اكثر من فرصه لكن هو الراجل يمكن حب ينوه ان احمد حمدي خد اكثر من فرصه ولم يصل الى المستوى المطلوب اللي بيأمله مستر باتريس كاتيرون. ده كان رد على سؤال الصحفي اللي ذكر ان احمد حمدي ليه مش متواجد في قائمه النادي الاهلي وايضا في هذه المباراه. بجانب كمان الاسئله الاعتياديه عن الاستقبال، عن بيشوف المباراه ازاي، حضور الجماهير بالنسبه لهذه المباراه اللي بتتحدد زي ما انت عارف زميلي ايهاب يمكن 2300 فرد او 2500 فرد او مشجع يكونوا متواجدين في هذه المباراه. قليل جدا بصراحه يعني كان نفسنا في جمهور اكتر من كده. وعايز اقول لك كمان زميلي ايهاب ان يمكن في اقبال كبير جدا ويمكن ان جماهير النادي الاهلي بالتحديد نقول طبعا الجاليه المصريه لكن بالتحديد نقول جماهير النادي الاهلي بكره هيكون عدد كبير، يعني بنتمنى ان يكون في سماح لجمهور النادي الاهلي لان في اكثر من 5000 حابين ان هم يجوا نظرا ليه طبعا اهميه هذه المباراه، والنادي الاهلي اللي بيكون متواجد في الامارات انت عارف زميلي ايهاب بيكون عرس كروي كل الجاليه المصريه. كريم على مستوى الفني بقى طمنا الاول على حسام عاشور. معلش سؤال تاني يا زميلي ايهاب. طمنا على حسام عاشور وما تردد بانه اصيب امبارح بالامس في كدمه في التدريب، النهارده ظروفه امكانيه مشاركته في المباراه. الحقيقه بنطمن طبعا كل جمهور النادي الاهلي، حسام عاشور تعرض لكدمه قويه في تدريب الامس وكان في نهايه المران كان فاضل على المران 10 دقائق خرج سريعا مع طبيب النادي الاهلي خالد محمود، لكن طمنت عليه بشكل شخصي النهارده. حسام طبعا انت عارف زميلي ايهاب من اللعيبه الرجاله رغم الكدمه القويه اللي تعرض بيها في القدم اليمنى لكن هيكون متواجد جاهز بدنيا وجاهز فنيا وطبيا ايضا لهذه المباراه، واكد لنا ان هو ان شاء الله يكون متواجد. خد مران اليوم حسام، خد مران اليوم؟ بالظبط بالتحديد خد مران اليوم بالكامل النهارده. لو عايز اكلمك كمان زميلي ايهاب عن المران، بدا بمحاضره المستر باتريس كارتيرون اللي يمكن مركز بشكل كبير في المحاضرات، ويمكن انا كان ليا لقاء معاه امس في التدريب الاول للنادي الاهلي، سمعنا صوت يمكن اول مره اسمعه من مستر باتريس، كان فيه الصوت عالي شويه، كان فيه واضح ان كان في تحفيز كبير جدا وتحفيز للاعبين. ده قالوا الكابتن علاء قال حتى لاحظ في التدريب لقينا اللي فيه حماس من مستر كارتيرون وفي شده كده شويه.
بالظبط بالظبط، يمكن بتفق طبعا مع كابتن علاء ميعوق في الكلام وفي الملاحظه اللي هو طبعا راها، لكن زي ما بقول لك التدريب كان في حماس كبير جدا، وده اللي يمكن خلى حسام عاشور يتعرض لكدمه. اللعيبه كلها يمكن زي ما بنقول في اصرار وحماس، مباراه زي ما بنقول يا زميلي ايهاب بناكد ان هي مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، لكن عندنا ثقه كالعاده يمكن لن ولن تنتهي في لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه موفقه، ان شاء الله النادي الاهلي يسعد الملايين اللي بتنتظر هذه المباراه سواء في مصر او هنا في الامارات. النهارده التدريب كان بيشهد بعض التكتيك، النهارده يمكن حد بيتفتش ان هو يكون في تنويع او يمكن تمويع عن التشكيل. احنا شفنا تقسيمه كده نقدر نقولها مع بعض، يمكن الشناوي كان في حراسه المرمى وسعد وسليف كولبالي في خط الظهر، كريم ندب ناحيه اليمين، ايمن اشرف ناحيه الشمال، شفنا اكرم توفيق جنب حسام عاشور مع محمد شريف وحمودي ووليد سليمان ومروان محسن، يمكن ده اللي احنا شفناه. لكن من الواضح ان ممكن يكون في تغيير في اضيق الحدود من الشكل اللي احنا قلناه دلوقتي. زميل ايهاب في النهايه برضو كمان كان في اختتام للمران بضربات ترجيح لكافه اللاعبين، طبعا حرص طبعا مستر باتريس مع الكابتن محمد يوسف ان يكون في مشاركه لكافه اللاعبين في ركلات الترجيح. تالق الشناوي النهارده كالعاده مع علي روسي مع شريف اكرامي في حراسه المرمى، لكن طمنك وطمن جمهور النادي الاهلي حاله من التركيز كبيره جدا في معسكر فريق النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه، وينفس ان شاء الله غدا كل التوفيق ودعوات كل جمهور النادي الاهلي للحصول على نقاط هذه المباراه والصعود للادوار القادمه في البطوله العربيه. كريم كابتن علاء عايز اسالك، اتفضل كابتن كريم. طبعا انت موجود في التمارين والاجواء وكده، شايف جماهير النادي الاهلي انفعالاتهم وتعبيراتهم ايه هناك؟ والله كابتن علاء يمكن بنشوف قدام الفندق وحضور الجمهور كان امس بالنسبه لي للتدريب، اللعيبه الجمهور ما بيقابل اللعيبه ويطالبهم بان هم يفرحوهم، ويمكن ده اللي احنا بنسمعه، بيقولوا احنا عايزينكم تفرحونا، عايزينكم احنا ما ولا يهمكم اي حاجه، الفتره اللي جايه ان شاء الله تكون من نصيبنا. جمهور النادي الاهلي واعي وعارف اهميه هذه المباراه، وعارف ان المباراه دي مهمه جدا للنادي الاهلي، وبناكد ده كابتن علاء ان مش عشان هي في بطوله تزايد للانديه الابطال، لا، المباراه دي يمكن الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي هتكون فارقه بشكل كبير جدا، لكن بناكد هنا ان جمهور النادي الاهلي منتظر النادي الاهلي ان شاء الله يحقق الدور الجديد، وان شاء الله يفرش شخصيه النادي الاهلي وتعود شخصيه النادي الاهلي من جديد. كل جمهور النادي الاهلي هنا بيكون متواجد، بيحاول ان هو يكون جانب الملعب، يجوا امام الفندق، في طبعا تعليمات امنيه هنا مع الحفاظ على ان يكون في حاله من الهدوء على لعيبه النادي الاهلي، لكن ما يمنعش ان كل طبعا واحد من جمهور النادي الاهلي بيبقى حابب ان هو يشوف اللعيبه يحفزهم يقول لهم كلام، واللعيبه بصراحه كابتن علاء بتستقبل الكلام ده بحماس كبير جدا بينعكس عليهم. عشان كده انا بنقل لك الصوره بشكل عام ان احنا شايفين حاله من الحماس والجديه والتركيز والاصرار شديده جدا في معسكر فريق النادي الاهلي. ربنا يكرم يا كريم ونرجع ان شاء الله بانتصار من الامارات يا رب. شكرا كريم، وانت اديتني طبعا دفعه امل كبيره واحساس حي من داخل معسكر النادي الاهلي في الامارات. شكرا مراسلنا كريم احمد، رساله واضحه جدا، رساله باينه جدا، والحديث على كلام مستر كارترون وحتى المؤتمر الصحفي كان في عدد من الاسئله اللي قلناها هنا. انت دي المباراه قد تكون الاخيره ليك، انت في الخروج الافريقي، والراجل رد على الاسئله وقلناها في بدايه الحلقه بالظبط. تقريبا كل اللي اتناقشنا فيه هنا تقريبا مستر كارترون قاله. حتى كريم بيقول لك الحته العصبيه اللي كان فيها في التمرين هو حاسها، مش مشكله، بتيجي وقت كده المدير الفني بيحس لا شده كده مش هيحصل حاجه خالص، لكن حتى من خلال الصور ايهاب اللي بيشوفها وكده وكلام كريم، لا في حاله من التركيز الشديد جدا 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 في معسكر النادي الاهلي في الامارات، الناس كلها حاسه باهميه المباراه، خدت اهميه جامده جدا عشان الظروف اللي فيها النادي الاهلي، وما بيفكروش غير في حاجه واحده بس، وده اللي عاجبني ان هم يرجعوا ان شاء الله بمكسب ليهم ولناديهم ولجماهيرهم ان شاء الله. مركزين طبعا في المباراه بشكل كويس وفي شكل رائع، وده اللي واضح حتى يعني الكلام اللي قاله كريم احمد، تركيز، طمنا على حسام عاشور، دي اهم حاجه، يمكن انت كنت عايز تطمن عليه بشكل اكبر، فبالتالي برضه وجود حسام عاشور يفرق، مهم جدا، في عناصر كده ما ينفعش تغيب مع الغيابات كمان الموجوده، تقل شويه، ويمكن هو كريم قال ان احتمال كبير قوي كريم نثبت هو اللي يبقى ناحيه اليمين بكره، هو الاقرب هو الاقرب، يعني اللي حصل في الترجي هو الاقرب اكيد هيلعب في المكان ده، وكريم من اللعيبه اللي بتعرف تستوعب المكان كويس، مفيش فيها مشكله ان شاء الله بكره. والحقيقه لما نزل في مباراه الترجي ادى بشكل كويس جدا، انا بقول لك طبعا الظروف كانت الناس لامت تقول لك انت ما بتلعبش كريم نيد بس جيت لعبته، طب لما نزل عمل ايه؟ كان كويس، لا طبعا كريم من اللعيبه كويسه جدا كمان جدا، بيتعرض لظلم شويه في الرؤيه الجماهيريه. كريم بيتعلم في لا ظلم في الرؤيه الفنيه، في الرؤيه الفنيه او ازاي تستعمل كريم، هل لا يتم استغلال كريم نيدفيد بشكل فني جيد حتى الان في فريق النادي الاهلي؟ مش استغلال يا اهاب، كريم امكانياته
في 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 مكان غير اللي بيطلب يلعب منه، لكن هو بصراحه كريم في اي مكان بيطلب يطلع منه بيلعب وبيقدم. هو كريم من وجهه نظري امكانياته كويسه جدا، لعيب كره كويس، لعيب كره عالي، لكن هو المكان بتاعه انا دايما بيلعب في نص، دايما كان بيلعب في نص الملعب. يعني كريم من اللعيبه اللي بيجيد في نص الملعب كويس، التمرير عنده كويس قوي، بيعرف يتحرك كويس قوي، بيسدد كويس، بيعرف، عنده رؤيه كويسه. فدايما كريم عايز ملعب، عايز يشوف مساحه. يعني كريم لما كان معايا في ناشئين في منتخب الشباب انا كنت العبه في نص الملعب، لعيب نص ملعب امكانياته حلوه جدا. يا انت بتوظف ازاي؟ بتوظف على حسب امكانيات اللعيب اللي عندك. بدينا اللعب لعب هو حتى لما نزل مكان محمد هاني، المساحات مختلفه كل حاجه، لكن هو بيعرف كورته كويسه، بيعرف يتحرك ازاي، بيعرف يمرر ازاي، لكن هو عايز المكان المناسب اللي يلعب فيه كريم، وتسيبه على كده، ما تغيروش اكتر من مكان الا في اضطرار زي بكره ان شاء الله. انت مضطر تلعب كريم ناحيه اليمين ان شاء الله، بكره ربنا يوفقه لو في نصيبه يلعب ويقدم مباراه كويسه ان شاء الله. لو سمعت تشكيل منك يعني تحط لي تشكيل كده. ما فيش تشكيل، ما فيش ما انت عد لعبتك الكويسه اللي ان شاء الله هتقدم. ما فيش، ما هو غالبا الاربعه هيبقى كريم وسعد وكلوبالي، وهيبقى ايمن اشرف، هيبقى عاشور وهشام. عاشور هشام ولا عاشور مصري مصاب. مصاب مصابه طويله، عشان كده بقول لك انا في عناصر، عشان كده قلقت قوي لما قلت لي ان عاشور عنده كدمه، هيبقى مشكله كبيره. هيبقى وليد طبعا تحت راس الحربه، هيبقى مروان لان اكيد وليد ازارو لسه لعب مباراه امبارح ولسه راجع ولسه هيروح الامارات. حمودي هيلعب اكيد، وهيلعب اسلام محارب ومروان، هم دول. ما فيش تغييرات اكتر من كده. يعني التغيير الوحيده اللي هي بتاعت كريم، واذا كان ميدو جابر او محمد شريف، يعني تغييراتك محدوده جدا. انت ما عندكش حاجه كتيره عشان كميه الاصابات اللي عندك. يعني عندك أربعة خمسة مصابين اساسيين، فانت بتلعب اللي موجود، هم دول انسب ناس يبداوا ان شاء الله مباراه بكره ان شاء الله رب العالمين. هي كلها تغييرات، حاجات بسيطه جدا، ميدو جابر او محمد شريف، اذا كان حمودي او اسلام، يعني كلها تغييرات دايما تلاقيها تحت راس الحربه. الثلاثه تحت راس الحربه هي اللي فيها التغييرات، مع طبعا الثبات لي وليد سليمان، طبعا ده العقل خلفي ثابت. لا ما في، هم كل تغيير هتلاقي في كريم عشان محمد هاني واحمد فتحي محمد هاني، وهتلاقي حد من الثلاثه تحت راس الحربه، لكن الباقي كله موجود. ممكن يبدا مروان بكره، هيبقى معاك وليد، ما اعرفش صلاح محسن اذا كان سليم موجود. ممكن صلاح محسن على فكره يبدا بكره كمان، يعني ممكن يبقى البدايه بكره واحد من الاثنين، صلاح محسن يا مروان، يعني واحد من الاثنين. فكره ممكن صلاح محسن على فكره يلعب حد من الاطراف، ما اعرفش ليه ما فكرش فيه. هيلعب لعبه كويس جدا، مش عيب ان مش لازم يلعب راس حرب على فكره. هو عنده كمان امكانيات غير كده، لكن الجزء الامامي لا، عندك فيه كتير. عشان كده دايما بقول لك انا التغيير كله في اما راس حربه او ثلاثة تحت راس الحربة، مع طبعا الثبات لوليد سليمان طول ما هو سليم. لا بديل عن الفوز للنادي الاهلي، مستر كرتون هيلعب بشكل هجومي، ومع ذلك درب لعيبته على ضربات الجزاء. شايف سيناريو المباراة لمستر كرتون يبدأوا ازاي؟ يبدأوا ضاغط جدا على فريق الوصل. ضاغط معاه الكورة، معاهوش الكورة، لازم يبقى ضاغط، لازم يدي رسالة من أول مباراة. من بداية المباراة. أنا جاي النهاردة أكسب. ما عنديش حلول تانية. ومع هذا الراجل عشان يعني يعمل شغله الصح كله، لعبه ضربات جزاء كره قدم، ما فيهاش حاجه مضمونه. ممكن حد، ما فيش حد عارف، حد يعرف النتيجه بكره كام؟ ما تعرفش حاجه خالص. فالراجل عشان بس اوريك ان الراجل مهتم جدا بادق تفاصيل الايهاب، اتمرن على ضربات جزاء، فهو عامل حساب لكل حاجه. هو الراجل دارس كل حاجه وعامل حساب لكل حاجه وبيتفرج وبيشوف. لكن زي ما بقول لك انا، حته التصليح بتاخد وقت، والوقت مش في صالح مستر كارتيرو، مش في ايده بمعنى اصح. لكن هو بيعمل كل حاجه اللي تخليه يكسب بكره المباراه، وبيعمل اسوأ حاجه ممكن توصل ليها ضربات الحظ الترجيحيه زي ما بيقولوا. لكن بدايتك بكره بدايه هجوميه واضحه، رساله واضحه، انا جاي اكسب المباراه بكره ان شاء الله. فريق الوصل اللي عنده ثقه بالزبط. لانه خارج ملعبه ادى بشكل كويس، احرز هدفين، خارج بنتيجه محترمه من مباراه الذهاب، وعنده عدد من اللعيبه المميزه. فريق الوصل يدخل المباراه دي بأني سيناريو؟ هيخش بسيناريو اللي هو تأمين، ولا هندافع هجوم ولا هيبقى مدافع، ولا حتى مع بدايه المباراه يقول ان انا برضو عندي موجود من ان اقفل عليك شويه وارتد بعد كده. ممكن تلاقي بدايه غريبه جدا بكره، هو ضاغط عليك اول 10 دقائق، هو اللي ضاغط عليك اول 10 دقائق، وبعدين يرجع. بص يا ايهاب، هو كل مدير فني بيعمل السيناريو اللي في الاخر المباراه يبقى المكسب ليه هو.
يهم المدير الفني فريق الوصل ان ما يديش الاشاره ان لا انا قلقان من النادي الاهلي وهلعب مدافع، لا وهحافظ على النتيجه. ما اعتقدش هيعمل كده، لان الاداء اللي عامله هنا في القاهره اداء متزن جدا، كله ثقه، لعيبه قد مباراه عاليه جدا، ما فيش واحد فيهم وحش، تحس ان المباراه دي ادت ثقه كبيره جدا لفريق الوصل. وكان مدرب كان لسه يا دوب ماسك جديد بياخد ثقه، فخد ثقه في مباراه كبيره على نادي عظيم النادي الاهلي، والنتيجه بالنسبه له ممتازه. هو هيخش المباراه بالدوافع دي. على الجانب الاخر مستر كالتروف للنادي الاهلي هيخش بدوافع انا عايز اطلع من المرحله الصعبه اللي انا فيها. فهي المباراه بكره كل واحد ليه دوافع فيها، انا عايز اكمل وده انا عايز اطلع من الاوقات السيئه اللي انا فيها دي. انا هطلع من الاوقات السيئه دي فيها على حسابك انت، وانت بتفكر انك تخسر النادي الاهلي بطوله عربيه. دوافع كتيره جدا، عشان كده المباراه واخده اهميه جامده جدا. تحس ان دي مباراه نهائيه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للوصل. الوصل عايز يكمل والنادي الاهلي عايز يخرج من المرحله اللي اكيد مش عاجبه ناس كتير جدا اللي النادي الاهلي فيها دلوقتي. فابيو كايو ليما ثلاث لعيبه مميزه وتقال قوي، اكيد مستر كارترون عامل حسابهم، اكيد المدير الفني للوصل هيشتغل بيهم، لانه يبدو ان ده الخط الاقوى في فريق الوصل. ده الخط الاقوى وده الخط الاصعب بالنسبه لفريق النادي الاهلي. وزي ما كنت بتكلم معاك في الاول، مشكله ان المميزين الثلاثه في الجانب الهجومي اللي هو الغلطه ممكن تكلفك، ويمكن حصل هنا في مباراه القاهره. لكن اللي احنا اتكلمنا في مباراه القاهره كان في شيء من عدم التركيز، مش مد المباراه حقها، مش عشان حاجه عشان نادي الوصل، لا عشان انت كنت بتفكر في افريقيا. افريقيا بعدت، يبقى الطبيعي والعادي بقى مباراة بكرة 100% تركيزك مباراة بكرة، ما عندكش حاجة تانية. بس انت ما عندكش حاجة تانية ليه يا إيهاب؟ لأنك بكرة لازم هو ده الحاجة اللي هخليك تاخد تتنفس، لازم بكرة تدي إشارة إن خلاص كل الأمور إن شاء الله تبقى للأحسن. عشان كده أهمية المباراة في كده، تركيز عالي قوي. ويمكن كان ريمو بيتكلم قال لك مستر كارتون ده بيعمل محاضرات قبل التمرين وبعد التمرين واللعيبة مركزة. أنا سألته سؤال بتاع الجماهير دي عشان الاجواء هناك بره بتديك الانطباع بتاع اللعيبه، المعسكر اخباره ايه؟ لا واضح ان في تركيز 100%. والاحلى كمان ان جماهيرك عارفه الموقف اللي انت فيه، فمش ضغط عليك. يعني مش عايزين يصوروا معاك وعايزين يتكلموا، لا هم عارفين ان هم مطلوب تركيز. بعد المباراه يا سيدي ان شاء الله بمكسب الجماهير تفرح مع اللعيبه مع الجهاز مع كل الجماهير في الامارات، وهنا ان شاء الله كل حاجه تبقى للاحسن ان شاء الله بعد مباراه بكره. كل حاجه تبقى للافضل طبعا. الفرقتين كتاب مفتوح، مفيش حاجه تستخبى في المباراه. انت قلت كل قلت الخطه وقلت الثلاثه المقلقين وقلت كل حاجه. كره القدم بقت خلاص كتاب مفتوح لكل المدربين، مفيش دايما زي ما بقول لك تبدا انت بادئ ازاي ولعيبتك هتنفذ ازاي ولعيبتك اخبارهم ايه في اليوم ده، هو ده اللي انت بتتمناه. لكن الشغل معروف مين احسن ثلاثه ومين ومين. لو سالت اي حد متابع هيقول لك انا قلقان مش عارف من ليما وقلقان من مين وقلقان من مين، والنادي الاهلي قلقان من وليد وقلقان من مروان خلاص. لكن هو المستطيل الاخضر التنفيذ، هو التنفيذ هو الحاجه الوحيده اللي بتفرق في كره القدم دلوقتي. وانت محضر لعيبتك ازاي ويومهم بقى، هو اليوم دايما بنقول يا رب لعيبه الاهلي بكره تبقى في يومهم، بس ما تتمناش اكتر من كده. دي الامنيه لاي حد اهلاوي يتمناها بكره، ان لعيبه النادي الاهلي بكره يبقى في اليوم بتاعهم، وان شاء الله يرجعوا كسبانين ان شاء الله. عندك كلام تاني في ماتش الوصل؟ لا كفايه كفايه كده. انا ما اقدرش اقفل معاك، ورسائل كتير قوي جايه لي، وانا عارف ان الملفات دلوقتي فيها تعامل كبير من السريه، لكن محتاج الجماهير حاجه من الطمانينه. اتفضل. كابتن علاء مهوب لما يجي يتكلم عن صفقات يناير والكل بيؤكد ان هناك في صفقات كبيره والاهلي انجز خلاص في الصفقات، تقول للجماهير ايه؟ انجز ما عنديش المعلومه عشان بس ما نتكلمش اي كلام، لكن صفقات جايه في يناير لا جايه ولازم تحصل، لان خلاص الناس كلها عارفه ان النادي الاهلي محتاج صفقات ومحتاج صفقات مش طبيعيه. فان شاء الله انا عارفه ان يناير هيبقى في صفقات كويسه جدا جدا جدا، تدعيم صح للنادي الاهلي. لكن حاجه خلصت يا ايهاب ما عنديش المعلومه. لا انتوا بتوصوا في جهه التخليص جهه ثانيه. لكن بالظبط، لكن المعلومه ان حاجه خلصت انا انا مش عندي. لكن اللي في صفقات، لا في صفقات وصفقات محترمه جدا كمان، بس كل ده بعد ان شاء الله الكابتن بيرجع بالسلامه ويحصل الاجتماع اللي هو كل حاجه بقى تتحط في مكانها الصح ان شاء الله رب العالمين، وتبدا تعمل صفقات، تبدا ترتب، مش ترتب البيت، لا ترتب الحاجات اللي احتياجاتك شويه هدوء كده للنادي الاهلي، وتبدا ترتب كل حاجه بهدوء. الهدوء ده هيجي بعد مباراه بكره
مش اكتر من كده. طبعا كان في تقرير فني لمستر كارترون اكيد ليه طلباته اللجنه الفنيه لجنه الكره قبل ما يتم حلها، كابتن محمود الخطيب والمجلس، الامور واضحه، فبالتالي اكيد كل الامور دي ماشيه في السياق المظبوط في المرحله بالظبط. وزي ما بقول لك هو بس الراجل يرجع ان شاء الله، تبقى في قاعده كبيره جدا اكيد مع الكابتن بيرجع بالسلامه ان شاء الله، تبقى خلاص لانك ما عندكش وقت وعايز، اصل ما عندكش وقت كمان وعايز تنجز صفقاتك وبسرعه، الناس كلها بتشتغل، انت بس انت ظروفك قلقاك ومش عارف، انت مش عارف تركز ومشتت نوعا ما نوعا ما عشان النتائج مش مظبوطه. تخلص بس انا بقول لك انا المباراه بتاعت بكره اكيد في قاعده، لكن حاله فضل. الصمت دي حاله مميزه. اه طبعا ما بقاش الناس فاهمه الدنيا رايحه فين وجايه منين لحين ان يعلن النادي. في وقت السكوت احسن من الكلام بكتير جدا. احنا في الوقت ده اسمع وشوف الناس بتتكلم بتقول ايه، بتتكلم كويس وبتتكلم مش كويس، اسمع اسمع اسمع، لكن انت راسم خريطتك، طريقك واضح وعارف هتتحرك ازاي، وتبدا بعد كده تشتغل. سكوت سكوت ايجابي احسن من الكلام الكتير من غير اي ايجابيه. وفي الوقت ده زي ما بقول لك لما تلاقي الدنيا كلها مش مظبوطه حواليك تسكت احسن حاجه، بدل ما ترد ارد على ده وارد على ده، لا لا تسكت وتخلي افعالك وتخلي صفقاتك وتخلي نتائج فرقتك واداء فرقتك هو دايما العنوان بتاعك، دايما هو ده العنوان اللي تبدا تتكلم بيه. العنوان اللي هتقوله لجمهورك قبل ما تختم النهارده. بقول لهم يا رب ان شاء الله بكره نبارك لكم يوم الاربعاء الجاي انا وانت ان شاء الله ايهاب، وتبقى مباراه كويسه جدا النادي الاهلي، يخرج من الاوقات العصيبه اللي فيها دي ونفرحهم، لان كان نفسي بجد كان نفسي جمهور الاهلي يفرح بالمره التاسعه. بقول لهم معلش ان شاء الله المكاسب جايه وان شاء الله الدنيا تفرحوا، ولازم تعرفوا ان انتوا احسن حاجه في كره القدم انتوا جمهور النادي الاهلي. رساله مهمه جدا لجماهير النادي الاهلي. كابتن علاء بشكرك على وجودك معانا النهارده، على امل باللقاء ان شاء الله في الحلقه الجايه ان شاء الله يا رب. شكرا يا كابتن. شكرا. دي كانت اولى فقراتنا الحواريه النهارده في الاهلي الليله، لكن هنطلع فاصل عشان تكون معانا فقره حواريه مميزه جدا، الكابتن حسن مقيم حارس مرمى نادي الوصل والمنتخب الاماراتي بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي. فقره حواريه ثانيه مميزه جدا، ما زلنا نتحدث عن لقاء الاشقاء، عن اللقاء المصري الاماراتي، عن لقاء الكبار الاهلي والوصل دور ال 16 لكاس زايد للبطوله العربيه، وضيف مهم جدا مش عايز اقول عليه ضيف لان دايما الاخوه الاماراتيين هم من اصحاب الدار وهم طبعا في بلدهم مصر. برحب بحارس المرمى الكبير كابتن حسن اسماعيل، تحياتي ليك وتحيات قناه النادي الاهلي، حارس مرمى الوصل والشرق والمنتخب الاماراتي. يا مرحبتين كابتن، مسي عليك جميعا وعلى بلدنا، احنا دايما نقول بلدنا مصر ما نقولش يعني بلدنا التاني. بلد التاني ده بتقولي اول ما دخلت تقول لي انا زعلان منك، قلت لك قول لي طب زعلان في ايه؟ يعني احنا نقول الامارات ومصر دولة واحدة. تمام. ونتيجة المباراة بكرة يعني بدل ما نقول احنا موجودين في الامارات بلدنا، تاني نقول موجودين في الامارات بلدنا. ايوه الامارات بلدنا ومصر بلدنا. ده بلد شعور واحساس متبادل. لا طبعا هذا شعور متبادل، واحنا ما ننسى فضل اخواننا المصريين علينا، هم اللي علمونا ومهندسين واطباء، واحنا ده الفضل علمنا الله يرحمه المغفور له الشيخ زايد. طبعا. يعني احنا بلد رحمة الله على الشيخ زايد، وانا بشكرك على الهدية وهذا الشعار اللي انا حاطه عليك. ان شاء الله ماتش ان شاء الله يرضى الطرفين ان شاء الله بكره، وفرحه للجميع سواء من فايز او ما فيش خاسر، احنا نلتقي باخواننا واشقائنا نادي الاهلي اللي هم يعني نادي كبير ومباراه مرتقبه ان شاء الله يمكن حنتكلم فيها في التقرير بتاعك كابتن. مباراه كره قدم ولكنها مباراه بتاخذ طابع المنافسه والبطوله في كاس زايد لابطال العرب، الاهلي والوصل، مباراه الذهاب نتيجه ايجابيه لفرقه الوصل خارج ملعبه 2-2، مباراه الغد هي مباراه مهمه، الاهلي عنده بعض الازمات وخاصه خروجه من البطوله الافريقيه في النهائي امام الترجي، ونتيجه الذهاب ليست بنتيجه جيده، ومباراه الغد تعد بطوله ومباراه صعبه وفقا لما قاله الكابتن علاء مهوب
والاستاذ خالد رندل رئيس بعثه النادي الاهلي قال لك مباراه مصيريه للنادي الاهلي. شوف هي مصيريه للفريقين. اهميه المباراه بالنسبه احنا نادي الوصل الامارات انك تحمل اسم واحد يعني مغفور له الشيخ زايد غالي علينا جميعا طبعا، ومباراه مهمه طبعا بالنسبه لنادي الوصل. لكن انا اشوف نادي الاهلي اهميه المباراه زادت بعد خساره النهائي قدام الترجي، والمباراه صعوبه ان هذه تحت الضغط النادي الاهلي عاوز يسعد جماهيره ويستعيد الثقه زي ما قال كابتن علاء في المباراه دي، على اساس دي مفتاح عوده الانتصارات النادي الاهلي في الفتره الجايه. طبعا الضغط كبير على نادي الاهلي، نادي الوصل استعد للمباراه جيدا، نادي الاهلي بعد خروج مثل ما قلنا اراح بعض اللعيبه ودخل في دوامه، واليوم الضغط على اللعيبه وعلى الجهاز الفني كبير وخاصه مدرب نادي الاهلي، لان اليوم احنا شفنا التمرين قبل الاخير لمدرب نادي الاهلي كان صوته عادي جدا، وهذا ما تعودنا على مدرب نادي الاهلي، اذا هو المدرب تحت ضغط كبير، هاي نتيجه الضغط الكبير. ان شاء الله مباراه تحضر فيها المتعه، حتكون جماهيريه طبعا. الوصل ليه جمهور كبير في الامارات، والله شوف زي نادي الاهلي له بطولات في مصر وعلى افريقيا، نادي الوصل ونادي الشارع كانوا هم الفريقين، ونادي العين طبعا ما نسام اصحاب البطولات الكبيره في دوري الخليج العربي في الامارات. اليوم يعني مباراه الاهلي أنا يعني والوصل، إذا الأهلي رجع لأسلوبه اللي متعودين فيه من الناحية الفنية الأهلي حتكون له كلمته، لكن إذا رجع استمر على أسلوبه الحالي تكون المباراة حتكون صعبة عليه. شايفك بتكلم مع الكابتن علاء ميهوب وهو خارج وبتقول له يعني أنت ما جاوبتش على السؤال اللي أنا كنت عايزك تجاوب عليه، إن الأهلي بيلعب الكرة الطولية ما بيلعبش الكرة، تقصد ده؟ أنا أقصد ده، الأهلي دايما متعودين عليه، الأهلي كان يتعب الفرق الثانية على مستوى أفريقيا وعلى كل البطولات اللي شارك فيها، كان يمتلك طول المباراة الكرة، كان هو اللي دايما مفتاح المباراة، أنت الفرق الثانية عنده استحواذ، عنده امتلاك للكرة، دي الميزة اللي كانت في نادي الأهلي، دي الميزة اللي كانت في يعني أنا كنت بشبه فريق نادي الأهلي زي برشلونة، فريق اللي بيمتلك الكرة دايما، زي دلوقتي مانشستر سيتي يعني نفس الحكايه، فالاسلوب ده كان اسلوب نادي الاهلي. في الفتره الاخيره لقينا ايه؟ الاهلي تخلى عن هذا الاسلوب، وهاي نتيجه طبيعيه يمكن قلنا للاصابات، لكن مهما كانت الاصابات ما تخلاش عن اسلوبي. انت شايف قوه اسلوب الاهلي كانت في كورته القصيره، في الباص، في الاستحواذ، في الامتلاك. هاي كانت ميزه نادي الاهلي مع التنظيم الدفاعي لنادي الاهلي، يعني ياما الاهلي في موسم واحد او حتى دور كامل كان 12 هدف، اليوم احنا في ثلاث مباريات 12 هدف، اذا المنظومه الدفاعيه في نادي الاهلي محتاجه الى مراجعه خاصه يعني في الحالات الدفاعيه، في حالات اللعب، في حالات الدفاع لقينا الكوار العرضيه اصبحت مشكله في نادي الاهلي. فعلاجه طبعا هم عارفين نادي الاهلي كيف، وانا دخلت على المباراة على طول ونسيت ان اشكر بالسلامة للكابتن يعني محمود الخطيب على نجاح العملية، وان شاء الله يعود لقيادة القلعة الاهلاوية للانتصارات اللي عودتنا القلعة الاهلاوية دائما تحققها في المحافل الافريقية والدولية. شكرا كابتن حسن، واكيد ان شاء الله الكابتن يرجع بالف سلامة بعد نجاح العملية الجراحية. كابتن حسن، كيف يرى الوصل فريق الاهلي؟ ازاي الاداره الفنيه في الوصل بتنظر على فرقه النادي الاهلي خاصه انها محققه نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب؟ شوف انا اشتغلت مع كابتن حسن العبدولي في المنتخب الاول معاه سبع سنوات، كان هو مساعد كابتن مهدي وكنت انا مدرب الحراس سبع سنوات. انا عارف اسلوب كابتن حسن، هو ونادي الوصل عاطي اهميه كبرى لنادي المباراه ولاهميه نادي الاهلي. أنا قلت لك الوصل محضر كويس للمباراة، لكن مش ناسي القيمة الفنية العالية لنادي الأهلي واسم نادي الأهلي الكبير في حضور هذه البطولات. طبعا الأسلوب لن يختلف عن الأسلوب اللي بدأ فيه مباراته في مصر هنا في الإسكندرية، هو التنظيم الدفاعي والاعتماد على الكرات المرتدة اللي هو أصلا يمتاز فيها، وجود ليما وكايو في الهجمات المرتدة
حيلعب بثلاث محاور شيء طبيعي بدفاع اللي هم لعيبة المنتخب الموجودين اللي هو كابتن خميس إسماعيل لاعب المنتخب الأول خبرة طويلة ومع علي سالمين وشيء طبيعي اليوم علي سالمين من اللعيبة الصغار اللي تألقوا وانضموا المنتخب وأول أمس سجل هدف في مباراة المنتخب ضد اليمن الودية. فيعني المحاور الدفاعية هي في وسط الميدان هي اللي تكون مفتاح الفوز أو التعادل أو نتيجة إيجابية لنادي الوصل. الأهلي إذا الشوط الأول سجل هدف سجل ولا لم يسجل؟ لا سجل هدف حتكون هي بتكون حظوظها أقوى. لكن إذا ما لم يسجل هدف حتكون صعوبته أكثر لأنه حيزداد الضغط لأن اللعيبة أصلا هم حاليا تحت الضغط بعد خسارة الترجي واليوم اللعيبة في حالة يعني صعبة وسمعنا حتى محتاجين ثقة محتاجين فوز. هي الثقة طبعا ساعات يمكن الحظ ما يحالفك في مباراة لكن المباراة اللي عقبها تحتاج إلى يعني أنت عشان تفوز وتاخذ الحظ ده عاوز مجهود عالي. أنت تكون تحت الضغط عشان تظهر كل إمكانياتك ولعيبة الأهلي اليوم لعيبة خبرة يعني يمكن أنا سمعت الآراء أن الأهلي لعب في مط ترجي تحت الضغط لا لعيبة الأهلي متعودين يلعبون تحت الضغط مزبوط يعني مش لعيبة كبار مزبوط. متعودين كل حياة لعب كرة قدم الضغط أن الجانب الثاني الوصل نقول أيوة تحت الضغط لأن لعيبته مش القيمة الفنية لعيبة يعني هل رغم النتيجة الإيجابية اللي حققها الوصل خارج ملعبه هل نتيجة الوصل تحت ضغط في مواجهة الغد؟ هو طبعا هو يعني يمكن ضغطه أقل من نادي الأهلي لان الوصل ما خسرش حاجه لغايه دلوقتي بالعكس حتى النتائج ايجابيه في كاس الخليج العربي فاز عليه وبعد نتيجته مع النادي الاهلي تغيرت حتى نتائجه وخد دفعه في كاس الخليج العربي وحتى كان المدرب كان مؤقت دلوقتي تم اخذ الثقه وتم تجديد لاخر الموسم شيء ايجابي. شيء ثاني مبارتين اللي لعبهم قبل الماتش الاهلي اللي حيلعبه بكره فاز على دبا 1-0 وفاز على نتيجه على دبا على 4-2 وعلى العجمان 1-0 خذ ثقه زياده استرجاع ليما ميزه التهديف مره ثانيه اللي فقدها في بدايه الدوري ما كان موفق فيها اليوم رجعت له. فطبعا هاي ايجابيه نادي الوصل في المباراه يعني الوصل في افضل حالاته هذا الموسم لو 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 قلنا كده حنقول مش افضل لكن هذا الموسم ما بقولش على صار هذا الموسم حاليا افضل يعني مستوى وجاهزيه حاليا في هذا التوقيت بس. ثقه عند اللاعبين ثقه عند المدير الفني العبدولي يخوض المباراه ازاي؟ هل هيلعب على ملعبه اوبن جيم مباراه مفتوحه ولا هيبقى عنده نوع من التحفظ لانه المباراه لو مشيت في سكه التعادل هتبقى لمصلحته؟ شوف انا اتمنى ما يغلط غلطه نادي الاهلي ايام قدام الترجي. انا دائما بذكرك في النتيجه هاي واتذكر جماهير كره القدم اليوم اهم حاجه انك تمتلك الكره ما تفقد الكره لان الاستحواذ هو سلاحك. الفريق الثاني ما يقدرش بدون كره ما يقدرش يلعب كره ولا حيسجل عليه. هو حي طبعا كابتن حسن عارف امكانيات نادي الاهلي حيلعب بنفس الطريقه اللي لعبها حيلعب بطريقه اعتقد يعني 4-5-1 التنظيم الدفاعي موجود ويستغل الهجمات المرتده. التعادل طبعا في صالحه في حاله 1-1 في صالحه يعني وفي امور ايجابيه. المهم ما يسجلش عليه هدف في الماتش يعني هيبقى نوع من التحفظ ولكن هيلعب كورته العاديه وعنده حذر وده طبيعي شيء طبيعي. هو طبيعي يكون الحذر موجود في المباراه وحيلعب بالاسلوب. هو عارف قيمه نادي الوصل قيمه نادي الاهلي اليوم يعني قيمه فنيه وعارف اليوم الضغط اللي في نادي الاهلي وياي عكس المباراه اللي كانت في اسكندريه ما كانش عنده ضغط كبير لانه كان يفكر في نهاية افريقيا. لكن اليوم هذه يعني مثل ما نقول مفتاح السعادة الماتش ده يعني صعود للاعبين والجهاز الفني وجماهير الأهلي لازم يرضي جمهور الأهلي. يعني في حالة خسارة الأهلي هاي المباراة
اعتقد في صدمه كبيره حتكون تغيرات زي ما نسمع في الوسط الرياضي، الناس كثيره مش راضيه على العمل الفني للفريق لمدرب الفريق في الفترة الأخيرة خاصة. مباراة خلت الأمور تختلف رغم أن الراجل ماشي في الفترة اللي فاتت بشكل كويس. هي عالم كرة القدم كده، يعني أنت في حالة أنك فايز ما حدش هيتكلم، لكن في حالة الخسارة دائما الشماعة الأولى في عالم التدريب هو المدرب الجهاز الفني. زي ما أنت قلت الجهاز الفني والمدرب النهاردة بيتعاملوا في التدريب بنوع من الحماس. المباراة دي مستر كيرترون قال لهم هي مباراة عنق زجاجة، واثق فيكو تقدروا تكسبوا. مفيش شك ان مستر كيرترون وفرقة النادي الاهلي تلعب بشكل ايجابي وبشكل هجومي في المقابل مشاكل نادي الوصل متقاربة شوية من مشاكل الفنية في النادي الاهلي في خط الدفاع. صحيح، قلنا المنظومة الدفاعية للفريقين مش في حالتها الطبيعية، وخاصة الوصل يعني يمكن عدم السنة الماضية كانت عنده مشكلة كبيرة في خط الدفاع، مما استدعى النادي يتعاقد مع مدرب لاعب اجنبي اللاعب الكوري ومش مقدم مستويات كبيره يعني ترضى الجماهير. لكن قلت لك هي دائما لعبه كره القدم على منظومه، المنظومه اذا كانت مترابطه في الملعب هي اساس النجاح. اتمنى تكون بكره المنظومه مترابطه كلعيبه وسط ولعيبه مدافعين، هي حتكون النجاح لنادي الوسط في هذا الماتش. اكيد كل مدير فني شايف من وجهه نظره ان هو عنده الامكانيات اللي يعدي بالمباراه، ولكن البدايه اللي انا كنت بقول لك ان النادي الاهلي محتاج للمباراه ومحتاج للمكسب، قلت له والوصل ايضا محتاج للمباراه ومحتاج للمكسب، خاصه بعد النتيجه الايجابيه ماشي كويس عامل مباراه كويسه، ثقه للجهاز الفني ثقه للاعبين لما بيرجع كلها ظواهر ايجابيه. في ظل هذه الظواهر الايجابيه لدى الفريق الاماراتي فريق الوصل وفي ظل الشكل الايجابي اللي الاهلي عايز يظهر بيه، كيف ترى المباراه على المستوى الفني؟ هتكون ماشيه بالشكل القوي؟ هل هنستمتع من بدايتها؟ هل الحذر اللي هيفرضه نادي الوصل هياثر على الشكل الفني في البدايه، ولا هتمشي ازاي مع بدايه المباراه؟ شوف يعني انا اتمناها من وجهه نظري ان نادي الوصل يبتدي مباراه في تبطئه اللعب، دائما يهدي الامور وخاصه في ال 20 دقيقه الاولى. وانا احس ان اعتماد المدرب حيكون على اساس انه يبطل اللعب. بس يعني هذا الاسلوب طبعا يعتمد على الادوات الموجوده، سواء يعني ادواته هو في نادي الوصل ولعيبه رد الفعل اللي يعملون نادي الاهلي. انا متوقع نادي الاهلي حيبتدي باللعب الضاغط على يضغط لانه هو عشان يطلع من حاله الضغط الموجوده فيها. فهذا شيء متوقع والمدربين عاملين هالحساب. يمكن نتيجه الضغط البدري يولد فراغات في حاله الدفاعي، واليوم قلنا حاله الدفاعي في نادي الاهلي مش فيها بعض الاخطاء تمام، خاصه يعني وجود سرعه ومهاره كايو وليما في الهجمات المرتده حتعمل قلق كبير لنادي الاهلي. يعني الآراء يمكن في الإمارات أو الشارع أو الوسط الرياضي متفائلة، لكن يعني في الترشيحات الأغلبية ترشح نادي الأهلي على اسم ومكانة نادي الأهلي الفنية على مستوى الوطن. الشارع الإماراتي طبيعي يكون عنده تفاؤل من حالة النشوة اللي بيمر بها فريق الوصل، من الأداء اللي أداه في برج العرب، من حالة التراجع اللي موجودة وخروج النادي الأهلي من البطولة الأفريقية، فطبيعي يبقى عند هذا الشارع. هل ترى أن الضغوط اللي على النادي الأهلي ربما تكون ضغوط إيجابية أمام الوصل، ولا أنت شايفها ضغوط سلبية؟ والله هي إيجابية. أنا أشوفها إيجابية، إن اليوم يعني أنت دلوقتي ما عندكش حاجة تخسرها، عندك ماتش واحد ومباراة الكؤوس، فيعني التركيز يكون عالي بالنسبة لي. أنا قلت لك خبرة لعيبة الأهلي طلعهم من الضغط ده، الخبرة المتواجدة عند لعيبة الأهلي لعيبة خبرات، فطلعهم من حالة الضغط. بتكون إيجابية لأن إيه؟ اليوم عارف ان هاي المباراه بالنسبه لي يعني يمكن قيمه الوصل عندي يمكن اقل من القيمه، ان اليوم حلعب ضد الوصل، انا كلاعب عندي قيمتي الكبيره حقدم مستوى. ثاني حاجه اليوم في الوطن العربي او جماهير النادي الاهلي بر في ونادي الاهلي متعود يلعب على الضغوطات وينجح في الضغوطات ما عدا المباراه الاخيره طبعا، فعاوز يسعد جمهوره، جمهور اللي في مصر وفي الامارات. فاعتقد المباراه حتكون يعني نادي الوصل صعبه واسهل لنادي الاهلي. صعبه على الوصل طبعا، سهله للاهلي. صحيح،
هاي وهذا واقع فني، هذا واقع من خبرة الفريقين، من عناصر الكفاءة الموجودة. أنا ما أقلل من قيمة لاعيبة نادي الوصل ولا شيء، لكن هذه اليوم الخبرة المتواجدة في نادي الأهلي وقيمة نادي القرن نادي الأهلي اليوم لها يعني باع طويل في المباراة، لكن هي مباراة الكؤوس لا يعترف فيها في حاجة في بعض الحالات، يعني مباراة الكؤوس داي تطلع عن المألوف زي ما طلعت في الماتش اللي هنا، الناس كنا يعني راضين بالتعادل قبل المباراة، يعني بنتيجة 1-0 قبل المباراة، لكن في المباراة واقع المباراة حكم شيء ثاني. كرة قدم كرة عجيبة زي ما الدنمارك برع كاس أمم أوروبا وتدخل وتاخذ بطولة أوروبا، فدي كرة القدم بطلة العالم في ألمانيا تطلع كاس اللقب تطلع بخسارة مذلة على فريق آسيوي، يعني ده عالم كرة القدم. احنا نحب كرة القدم عشان مفاجآت كرة القدم، أتمنى بكرة تكون مفاجأة لنا الإماراتية ونحقق نتيجة إيجابية، وفي الحالتين لنا إيجابية. طبعا من الطبيعي أنك تكون عندك المفاجأة الإيجابية لجانب الإماراتي، ولكن زي ما أنت قلت النادي الأهلي الدوافع دي كلها بتبقى بالنسبة له إيجابية، والنادي الأهلي هو الأقرب للفوز غدا وفقا لكلامك، ولكن هدف واحد يغير الأمور. يعني إذا أحرز النادي الأهلي هدف تغير طريقة وأداء نادي الوصل، حتى لو كان بيلعب بشكل متحفظ يبدأ المباراة أو الفريقين يلعبوا مباراة مفتوحة. أنا قلت لك أنا مش عاوز الوصل يغلط نفس غلطة نادي الأهلي، غلطة نادي الأهلي في ماتش مع الترجي من وجهة نظري أن اليوم كان معتمد أن أنا أخرج بالتعادل، لكن لو أخذ زمام المباراة يعني من بدايته وكانت الظروف مهيئة في نفس الماتش، أنا من وجهة نظري شفته أن مهيئة كان الأهلي، لأن كان الضغطات عليه بالترجي كانت أكبر، كان يعني مش عاوز يغلط الغلطة دي، عاوز يأخذ المبادرة من بداية المباراة، مع أن قلت لك الأهلي حيدخل ضاغط لكن هي طبيعي، هي طبيعي، هي طبيعي. طبيعي. انا محتاج المباراه، محتاج المكسب، فبالتالي هنزل العب يعني هجوم ضاغط من البدايه من على حدود جزاء المنافس. صحيح. والحذر حيكون من هذا اهم شيء، يعني انا قلت يعني نقطه الحصول على الكره وعدم فقدها دي نقطه المفروض يركز عليها كابتن حسن العبدولي، واعتقد الاهلي دي ميزته، فإذا تخلى عن الميزة دي حتكون مباراة صعبة للوصل. قوة الفريقين بتكمن في الخطوط الهجومية للفريقين، وبعض القصور بيكمن في الجانب الخلفي للفريقين، ده نوع من التكافؤ. ولكن على أرضية الملعب شايف الهجوم البرازيلي اللي بيمثل الوصل هيعمل إيه مع دفاع النادي الأهلي؟ والله شوف هم لاعبين مميزين، يعني اليوم ليما وكايو من اللعيبة المميزة، ولا ننسى دور اللاعب البرازيلي فابيو، لكن التميز دائما يكون حق اللعيبه الثانيين، دائما هذول يعتمدون على المحاولات الفرديه، اذا نجحوا في المحاولات الفرديه حيمثلون خطوره كبيره على نادي الاهلي. الاهلي احنا دائما عرفنا الاهلي براس الحربه الهداف، افتقد الاهلي راس الحربه الهداف، يمكن ازار يعني راس الحربه الثابت اللي بيتلعب عليه الاوفرات اللي واقف في الصندوق، كان كمان كان عماد متعب وكان النجوم حسام حسام واحمد بلال، يعني انا لو قلت هقول لسته كبيره، مش عاوز احترامي لكل النجوم اللي مروا على الاهلي، ده كان اللاعب ده لازم الاهلي يبحث عليه. اليوم وجود ازارو طبعا لاعب كبير، ازارو اليوم اعتقد ازارو مش حيشارك في اللقاء زي ما سمعنا، يعني حيشارك مش حيشارك المهم طبعا من دوري طبعا لعب امبارح ازارو مباراه مع المنتخب المغربي امام المنتخب التونسي، وقدر المنتخب المغربي يكسب بهدف، وبالاتفاق مع مستر كارتلون المدير الفني لمنتخب المغرب شاركوا 45 دقيقه شوط واحد بس على اساس يعيدوا الحاله الفنيه، لانه ما لعبش ماتش الترجي، وشيء ايجابي. وطبعا لاعب طبعا مهم وافتقد الاهلي في النهايه، اللاعب ده يعني انا دائما بميز واقول ده يعني نفس اسلوب حسام حسن، بيعرف يستغل الثغرات بين قلبين الدفاع، وقلبين الدفاع دي مشكله نادي الوصل ونادي الاهلي، المشكله دي العمق الدفاعي للفريقين فيها المشكله، فازاروا ده الحل اللي هناك. لكن حتى يعني نادي الوصل ما عندوش راس حربه،
يلعب على كايو وليما متحركين دائما هم تحركاتهم وسط الملعب على اطراف كايو وليما يتقفل عليهم ازاي؟ يتلعب عليهم ازاي؟ والله يا كابتن ده السر من اسرار الكره الوسطاويه. لا انا هقول لك الناحيه الثانيه برضه، ما انا هقول لك هتقفل على الاهلي ازاي برضه؟ يعني انا هدي لك السؤال هنا. لا لا انا شوف يعني كايو وليما عندهم حلول فرديه لكن اهم حاجه ان ما توصلهمش الكره يعني ما توصلهم الكره الا في حالات يعني اخليه على الاطراف لكن انا عندي مشكله في الوسط فخليه يستلم يعني بين عمقين الدفاع او على راس ال 18 وفي ميزه يعني في نادي الوصل معروفه الكرات الثابته اللي على ال 18 اذا اي اخطاء هني حالات خطره مش عاوز اقول يعني اليوم حرس الاهلي فيها حارس المنتخب الشناوي ويمكن الناس حملت شناوي شوي بعد الاخطاء لكن يعني عالم حرس مرمى. مستر عجيري في لقاء مع الكابتن احمد شوبير كان بيتكلم ويؤكد ان الشناوي حارس مرمى الاول الاهلي هو حارس منتخب مصر الاول في هذا التوقيت وهو حارس مميز جدا. صحيح يعني احنا يعني في تالق في اكثر من حارس لكن يمكن بالنسبه للحاله الفنيه دلوقتي الكابتن احمد الشناوي مش حاله اللي هي يعني بعد يعني كاس عالم كان احمد الشناوي في المستوى العالي جدا بس حاليا الاخطاء اللي تحصل يمكن يعني كابتن احمد الشناوي لازم يطلع منها يعني اكيد في بعض الاخطاء بتبقى ولكن برضه انا مع الكلام ان الخطا عندما يتكرر بيبقى في مشكله لما طالما خطا بتعالجه بتبقى الامور افضل بتاعي. صحيح وانت يعني انا اللي عرفت ان الاهلي ما عندوش وقت دلوقتي يعالج لكن التطوير انا قلت لك الاخطاء تحصل من الضغط النفسي الضغط اللي حصل الترجي وحتى مباراه المنتخب كان في تاثير واضح يعني يمكن كان كابتن فكري صالح ونتكلم مناقشه ان الاخطاء اللي حصلت في المباراه والخطا كنت بتتناقش مع مين؟ كنت بتتناقش مع مين؟ مع كابتن فكري صالح طبعا. طب قول الو الو قول الو الو كابتن فكري الو يا كابتن حسن منور الدنيا كلها والكابتن ايهاب الخطيب نورنا كابتن فكري صالح مش هقول بقى عميد مدربين حراس المرمى ولا يعني الاب الروحي للتدريب حراسه المرمى في مصر ولا المدرب الكبير اللي مشرفنا في المؤتمرات والايفنتات العالميه وخاصه الدوره الكبيره كانت موجوده في هولندا اتكلم عليك كلام كتير مش هقدر كابتن فكري اتكلم ادي لك حقك ولكن بدي لك ترحيبك ومشرفني ومنورني وتحياتي وتحيات الكابتن حسن اسماعيل ربنا يخليك كابتن ايهاب اولا بشكر قناه الاهلي العظيمه وشرف عظيم ليا ان اكون داخله مع في قناه الاهلي ومع الاعلام الكبير المحترم اللي بحاول اجد شياكه ده الشرف لينا بطير. الشرف لينا يا كابتن والله وطبعا قبل ما اتكلم عن الكابتن حسن طبعا اقول الف مليون سلامه على اسطوره مصر كلها كابتن محمود الخطيب ويرجع بألف سلامة إن شاء الله عشان يقدر يقوم بجميع مهام القلعة الحمراء العريقة العظيمة. كابتن حسن إسماعيل يعني من الشخصيات هو قرارات الجسم ولكن بطل القلب. كنت أنا والله يرحمه الجنرال محمود الخطيب محمود الجواري نعمل معسكرات هناك كان في دمشق راجل يعني ما شاء الله خلق وعلم وكنت عايز دبلومه العمالقه استعين بيه ولكن الظروف ما سمحتش فكان لازم استعين بيه بهذه الخبرات الكبيره وزائد ان هو محاضر اسيوي على طبعا جدا فهنستفيد بيه ان شاء الله في بلده وفي شهود الثانيه اللي انا بقول في قلبه ان هو يحمل قلب مصري تماما. هو فعلا كابتن فكري في البدايه قال انا انت بتقول للكابتن علاء ميهوب الاهلي موجود في بلده تاني لا دي بلدكم ودي بلدنا على طول كده. تمام كابتن ايهاب لانه شخصيه عظيمه جدا بيحب مصر بشكل عظيم بيتكلم في كل مكان سواء في مصر او في الامارات في اي حته لما كنت حتى بقابله في اي ماتشات خارجيه يقول لك انتوا اللي علمتونا يعني شخصيه انا بتمنى ان هذه الشخصيه تاخد حقها في مصر لانها يعني حقيقي من الشخصيات اللي انا بعتز بيها كابن وكاخ كتير
بتعرفني. الله يخليك كابتن فكري، يعني احنا ما بنقولش ده فضل، وده دي حقيقه. يعني واحد اللي بينكر فضل الناس عليه ده ملوش يعني وجود. انتوا اصحاب فضل علينا، وقلت انا بدايه اللقاء يعني احنا تعلمنا على ايدكم، مهندسين من علمونا، رياضيين. انا لسه بقول لك امبارح يعني كابتن احمد رفعت كان مدرس التربيه الرياضيه ومدربي في النادي، يعني كان كابتن ابراهيم عبد الصمد، كان كابتن احمد علي خليل والكبات، ويكن حسين الله يرحمه كان استادي ومربي، وحتى كنت بنزل يعني كل ما انزل القاهره لازم ازوره، لان دول هم ربونا وعلمونا. ننكر الحاجات دي ده صعب. احنا والله يرحمه الشيخ زايد ذكر الكلام ده، وصى اولاده على الحاجه دي، واحنا اولاد الشيخ زايد واولاد مصر. كابتن حسن انت تعلم ان الشيخ زايد رحمه الله عليه قلوب جميع المصريين، ونمره اثنين يعني انا مش عايز كابتن ايهاب اطهرك، ان انت عندك ثوره تشريف حراس المرمى، عايزين نستفيد بخبرتك وعلمك ان شاء الله اللي هتبدا من بكره لغايه يوم الاحد. ويعني انا سعيد جدا ان انا بشوفك في القلعة الحمراء، ورغم ان انت طبعا مصلاوي ولكن قلبك بما انك القلب بتاعك مصري فقلبك اهلاوي. انا فرحان في اي نتيجة كابتن. انا قلت الفرحان لاي نتيجة، في النهاية الفريقين يمثلون بلدي. انا عارف والله يا كابتن حسن، ويعني انت يعني حظك كبير ان انت قصاد اعلامي كبير قدير انا بحترمه وقدره. تحياتي يا كابتن والله. انه اعلامي على مستوى قدير جدا، وده حقيقه يعني. شكرا كابتن. الحلقه كلها جميله، انا مستمتع. تحياتي ليك يا كابتن، والكلام اللي بيقوله الكابتن حسن، اي فرقه تكسب الاثنين من بلدي، والله الواحد يعني بيقشعر من الكلام ده. يعني قال لك اي فرقه تكسب الاثنين من بلدي، اعتقد يعني ربايه خير، ربايه زايد، والشعب الاماراتي المحترم اللي بنقول له كل احترام. كابتن ايهاب انا عندي اتفضل بعد اذنك. اتفضل. عندي شهاده، دي شهاده حق امام الله. اتفضل يا كابتن. كنت مع مستر تيرون سنه ونص، هذا المدير الفني من افضل المدربين اللي انا شفتهم في حياتي بعد الكابتن محمود الجوهري، وبيعرف يتعامل نفسيا ومعاه جهاز على اعلى مستوى. كابتن مصطفى كمان ابني وحبيبي وراجل يعني ما شاء الله، اتمنى التوفيق لهذا الجهاز، وعشان ما يبقاش فيه ضغوط عصبيه انما دي شهاده امام الله. مدير فني خبير جدا انا اشتغلت معاه لمده سنه ونص. ما ننساش ان لما جه مستر كابتن ما كانش عند النادي الاهلي بنت نقطة واحدة بالظبط. بالظبط. لكن أنت شايف إن مستر كارترون بيتعرض لبعض الآراء أو التقارير الصحفية والفنية أو السوشيال ميديا، شايف إن هذا الهجوم يعني غير مبرر على شخصية مستر كارترون؟ لا، بعيد خالص عن هذا الرجل، وأنا حبيت أديله حقه أمام الله تماما. لاني ما تعاملتش معاه شهر ولا شهرين، انا تعاملت معاه سنه وست شهور، شفت بيتعامل ازاي في جميع المواقف الصعبه. كون ان الظروف بعض الخطابات بعض المواقف دي كره قدم، فيعني انما انا شايف ان في ضغوط عصبيه، واتمنى ان جمهور النادي الاهلي العظيم يعرف يتعامل جهاز فني على اعلى مستوى هذا امام الله. كابتن فكري، اكيد شهاده مهمه وتوقيتها مهم، وخليني برضه اخد رؤيتك لمباراه الغد بين النادي الاهلي والوصل. كابتن ايهاب، النادي الاهلي علمني ان في المواقف الصعبه زي بعد الانسان المصري الاصيل، ودور كده ارجع فلاش باك لجميع المواقف صعبة جدا. مظبوط. تجد النادي الاهلي اللي بيمثل الانسان المصري العظيم اللي هو عبر 6 اكتوبر رغم كل الظروف اللي كنا عارفينها،
وقدر يعبر كذلك أفاديع شدة ومواقف صعبة جدا جدا جدا. أنا متأكد وهذا التأكد من قلب تماما أن النادي الأهلي هيعدي هذه العقبة والعقبات القادمة وتمنيا له لأنه بيلعب باسم مصر الآن. فأنا قلبي كله وراء النادي الأهلي حتى يمتع مصر والعالم العربي بهذه المباراة والنتيجة إن شاء الله حبيبي يا طالب. طب كابتن حسن عايز اسالك. اتفضل. كابتن هو في الحالتين العشاء عليك سواء فاز الاهلي ولا فاز نادي الوصل في الحالتين العشاء عليك يعني النسبه اللي تديها للماتش الاهلي كام والوصل كام؟ انت خبير فني وبكره حنكون في الدوره ف رغم يا كابتن حسن رغم تحليل حضرتك يا كابتن حسن وهو تحليل الضغوط على النادي الاهلي اصلا من نادي الوصل لان نادي الوصل نتائجه كويسه الفتره اللي فاتت في جهاز فني متثبت كل الامور عكس النادي الاهلي ولكن النادي الاهلي عاوز ان الحاجات دي بتبقى نسبته على الاقل 80% بالنسبه لي انا شخصيا 50% الوصل 80% النادي الاهلي. والله النسبة أنا كابتن كاتبها قبل ما أجي هنا يعني 80% الأهلي و20% الوصل مش تقليلا لكن الواقع يفرض علينا والمعطيات والخبرة الدولية للاعيبة نادي الأهلي. لا كابتن حسن عايز أقول كلمة قدام الكابتن. تفضل يا كابتن. تفضل يا كابتن. إحنا يمكن زي ما كابتن حسن عارف شيخ مدربي زي ما حضرتك بتقول عليا شيخ مدربي أوروبا بعت لي رسالة بعد مؤتمر اللي كان في هولندا مؤتمر الدولي طبعا تدريب حراس المرمى وده عمل يعني قوة كبيره في عمليه حراس المرمى بعد قال لي ايه؟ قال لي يعني شرف عظيم جدا ليا ان انا اتعرفت بشخصيه زيك وراح كاتب لي بين قوسين ريد بتوين ذا لاين يعني لان دي كان دايما كلمه يقرا ما بين السطور ميزه الكابتن حسن انه بيقرا ما بين السطور انا وهو من عينين يعني انا ساعات بفكر في حاجه حقيقي ده كلام امامك وهو كلام حق دايما ساعات بفكر انا وكابتن حسن نفس التفكير واقول لي والله هذا التفكير كان عندي اللي انت عايزه لان زي ما قلت لحضرتك دي هو قلب مصر لانه فعلا قلب ابيض جميل اتمنى ان ربنا يديني العمر نقدر استفيد من خبرات الكابتن حسن يبقى عامل توأمه معايا بكل البرج بالعكس يعني كابتن فكري صراحة يعني ممكن أول حاجة أنت فخر للمدربين في الوطن العربي كله والدورة الدولية اللي اتعملت في هولندا دورة دي عندنا في الإمارات وفي الخليج وكل مكان صيتها يعني والاهتمام اللي كان الإعلامي ليها واللي اتنشر في الصحف والإعلام عندنا اتكتب عنه وإن اليوم عندنا كفاءة تدريبية بمستوى كابتن فكري صالح انا ما جاملش التاريخ بيشهد طبعا فيعني احنا اللي نستفيد منك ان شاء الله اتمنى يعني انا مش ما اعمل دعاية للدورة لكن الدورة للاستفادة العلمي ان شاء الله حتكون بعد بكره يعني الدورة وفيها اخر ما توصل كأس العالم 2018 ومشرفين لمشرف حراس وحاجات ان شاء الله نستفاد من كابتن فكري انا كمحاضر استفيد من كابتن ان شاء الله وخبره كابتن فكري والناس الموجوده اتمنى الحضور يكون بعدد للاستفاده طبعا حاضر الاستفاده يعني كابتن فكري صالح تاريخك بيتكلم عنك كابتن فكري صالح تشرف وقيمه وقامه للرياضه المصريه والرياضه العربيه والرياضه الافريقيه واكيد طبعا دوره كبيره جدا في هولندا سمعت بشكل تفضل دايما القيمه في الوسط الرياضي القيمه في الرياضه المصريه تفضل طبعا يا كابتن فكري يعني مش هقول عليك بقى شيخ مشايخ يعني تدريب حراسه المرمى في الوطن العربي لكن هقول رمز التدريب حراسه المرمى في الوطن العربي شكرا ليك كابتن فكري شرفتني ونورتني وسعيد ان انا اتكلمت معاك طبعا كلام مهم
لا صراحة يعني الكابتن فخري صراحة لنا الفخر يعني كنا في سوى رأي طبعا طبعا كابتن مع طبعا الأهلاوي الكبير احنا نقول جوزيف وكابتن فخري صالح فأمس كانوا في استقبالي في الفندق ويعني ده من كرم أهلي في مصر. لك علاقة مع مستر مانويل جوزيف كده زي ما هي مع الكابتن فكري صالح؟ والله شوف أنا دائما يعني دائما تلاقى في بهو الفندق دائما أنا ونتكلم وأنا أتكلم شوية لغة برتغالية فبتكلم معاه فطبعا ومدرب قدير ومعروف وكل شيء وكنا نتكلم عن قبل كأس العالم منتخب حظوظ منتخب البرتغال في كأس العالم فدائما مناقشات لكن العلاقة القوية طبعا مع كابتن فكري صالح استاذي ومعلمي قيمة كبيرة أو كابتن فكري صالح طبعا نشوف مدربين في مصر فيها مدربين كبار وكابتن فكري يعني اليوم احنا ليه ما نستفاد سواء في مصر أو في الوطن العربي مزبوط. بعمل لجنة فنية لحراسة المرمى اليوم لما تلاحظ نسب كأس العالم في 2018 وعملية التنظيم الدفاعي بين الربط بين حارس المرمى مين اللي بيعمل التنظيم الدفاعي حارس المرمى واليوم احنا في الوطن العربي حنقول يعني قليلين مش هنقول متخلفين مع ان انا اقول متخلفين يعني دائما لكن راجعين لان اليوم مين بيعمل المنظومة الدفاعية لقينا لما لاحظنا معايشات مع الفرق الأوروبية لقينا مدرب الحراس هو بيعمل التنظيم الدفاعي وخاصة في الحالات الثابتة وحالات اللعب الحقيقية الموجودة ده في الوطن العربي طب في الماتش مين بيسير المنظومة الدفاعية إذا هرجع لك على ماتش حارس المرمى طبعاً. إذا ما كانش مدرب الحراس عند العلم ده وعلم حارس المرمى وتعامل فعلي في التمرين مش في الماتش النهارده حارس المرمى بيلعب اخر لاعب بيلعب برجله وبيطلع بيتعامل والله يا كابتن هتشوف النسب ازاي اللعب شوف كرواتيا ليه ياخذوا حارس بلجيكا افضل حارس في كاس العالم بالنسب الموجوده طبعا فالامور دي يعني فيها علم اتمنى ان شاء الله نقدم شوي بسيط من هذا العلم اللي بيحضرون في الدوره ان شاء الله وزي ما قلنا يعني ماتش الاهلي والوصل ماتش خلينا نقول انا بشكرك على كلامك وعلى روحك وطبيعتك وده اللي بنعهده من كل اخواتنا في الامارات والروح الحلوه اللي بين المصريين والاماراتيين وانك بعيدها لك تاني بتقول اي فرقه تكسب الاثنين بلدي يعني ده حاجه بصراحه يعني انا مش قادر اعبر لك عن اللي جوايا وعن احساسي لما انت قلت الجمله دي والله كابتن انا بقول الحقيقه ما بجاملش يعني انا بقالي يعني انا اول مره جيت مصر 89 وحضرت ماتش 90 اللي بين هولندا ومصر وكنت ساكن في العبور مع زمايلي ونزلنا نحتفل في الجول وفاكر الشعار اللي اتقال بتقول لي بست ولا غيره ده حسام ما فيش غيره ونزلنا يعني احتفالات اللي عملناها طبعا ده حب مصر في دمنا وده اتزرع من الناس الطيبه اللي جت عندنا في الامارات يعني دي حاجات يعني يقول لك المصريين عشريين بتتعاشر معاهم ليه من طيبتهم طيبين للطيبات والوقت معاك بيعدي بسرعه لكن اخيرا لو حابب تقول اي حاجه عن الماتش او اي حاجه عايز تقولها قبل ما اشكرك اول شيء اشكر بلدي مصر على الاستضافه وقناه الاهلي بالذات ده شرف لي كبير ان اليوم اكون في قلعه وقناة الأهلي ده شرف كبير وأنا تشرفت فيه ده وسام على صدري أتمنى إن شاء الله يعني ماتش يكون ذا قيمة فنية بعيدا عن الفريقين فايزين زي ما قلنا وإن شاء الله بعد الماتش بيوم ممكن أجي أهنيكم أو تنور أهني نفسي على كابتن حسن إسماعيل حارس مرمى الوصل والشرقة و منتخب الاماراتي والمدرب والخبير والمحاضر الاسيوي اشكرك على وجودك معنا احنا تشرفنا بوجودك معنا شكرا لك كابتن على الحوار الجيد وال يعني صراحه ما شاء الله عليك علم من اعلام الاعلام في مصر شكرا فوق راسك عفوا شكرا لحضرتك واختم بكلمتك الاهلي كسب الوصل كسب الاثنين من بلد واحده زي ما قال الكابتن حسن دي مش هتكون اخر حواراتنا النهارده بعد الفاصل في حوار مهم جدا وزميلنا محمد سعيد وكابتن عمرو الحلبي
اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الحواريه الثالثه والاخيره مع احد نجوم فريق النادي الاهلي السابقين، وهو نجم مش عادي لانه ضرب مثل كبير جدا في اللحظات الاخيره قبل ما يختم مشواره مع احد الانديه في الدوري العام، لكنه لعب قدام فريق النادي الاهلي بشكل قوي وبشكل جدي. كانت مباراه غزل المحله امام النادي الاهلي في موسم 92 93، وكان وقع للنادي الاهلي بشكل رسمي وتم الاتفاق بين اداره الناديين اداره غزل المحله واداره النادي الاهلي، لكنه اصر على لعب اخر مباراه رسميه ليه مع غزل المحله، وكانت في نهائي كاس مصر بين المحله والاهلي، وانتهت بفوز الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدفين. وبالتالي بعد هذه المباراه الكبيره والاداء القوي اصر النادي الاهلي على اتمام التعاقد وضم عمرو الحديدي ضمن صفوف فريق النادي الاهلي ليكون احد لاعبي وقيادات خط الدفاع في فريق النادي الاهلي، وتحديدا في موسم التسعينات اللي شهد بالتاكيد انتصارات عديده لفريق النادي الاهلي على المستوى المحلي وتحقيق انتصارات متتاليه في بطوله الدوري العام. كابتن عمرو الحديدي ضيف الفقره الثالثه من برنامج الاهلي النهارده. بالتاكيد كابتن عمرو بقول لك يعني منور قناه الاهلي، وفقره مهمه جدا، وبالتاكيد عايز ابدا يعني حواري بالجزئيه اللي قدمتك فيها، لان ضربت مثل بشكل جيد جدا وانت بتختم مشوارك مع المحله، اديت مباراه كبيره في ختام مشوارك قدام النادي الاهلي. هو في الوقت اللي كان النادي الاهلي سنه 92 93 بينقي اللعيبه او النواقص اللي ناقصه في النادي الاهلي في الاماكن معينه، فكان من ضمن الاماكن دي كان الكابتن انور سلامه كان كلمني انا وجمال السيد وابو الدهب. فبعد كده كابتن شناوي قال لي انت هتروح ازاي؟ طب هتلعب الماتش الاخير ازاي؟ قلت له يا كابتن بس اروح بس الاول. ففعلا حصل اتفاق وقعدت مع الباشمهندس والكابتن صالح ومضيت ووقعت وخدت الفلوس اللي تخصني والنادي خد فلوسه. يعني مش عايز العب. فجالي كابتن شناوي في الاوضه وكابتن شوقي هتلعب؟ قلت له اه هلعب. يا عمرو قلت له هلعب يا كابتن. فعلا من احلى ماتشات عملتها في حياتي. وانا بسخن كان جمهور النادي الاهلي بيحرك مشاعر اي حد، حتى كابتن مصطفى الزفتاوي بيقول لي انت هتروح؟ قلت له كابتن ما ينفعش ما اروحش. كابتن عاطف عبد الهادي قال لي روح عشان الناس بتندهلك. رحت وكان ماتش فعلا، يعني احنا يمكن اول 10 دقايق احنا جايبين هدف على عظيم الشوره، وبعد كده المباراه اتقلبت بقى عبد الجليل وعمرو انور وخد شكل تاني بقى، وكابتن رمضان في الوقت دوت. يعني كنت لازم اسيب البصمه ديت. يمكن في جمله اتقالت لي بعد المباراه مش شرطا وانا خارج، كابتن طارق سليم كان وقتها مدير الكوره، كان مدير الكوره وكان في الوقت دوت كان اواخر الايام كان الكابتن شوقي والكابتن شطه وكابتن اكرامي هم اللي متولين الفتره دي. قال لي اللي انت عملته ده لو ما عملتوش كنا لغينا الصفقه. عملت احلى ماتش في حياتي. ساعتها جمله اللي قالها الصحفي الشهير استاذ ماهر فهمي في جريده اكتوبر، يحمي مرماه فيشجعه جماهير الفريق الاخر. كانت الكلمه دي يعني قال لك يحمي مرمى رغم توقيعه للنادي الاهلي فيحمي مرمى النادي الاهلي، لا بالعكس يحمي مرمى المحله رغم توقيعه للنادي الاهلي. ده كان العنوان الابرز لمجله اكتوبر بعد هذه المباراه. بالظبط. وكلمه ثانيه من المحله وشوارع روض الفرج الى الاهلي وافريقيا والعالميه. دي كان العنوان بتاعه. تمام. طيب دي كانت بدايه مهمه جدا، وانا ببدا بقدم ضيف النهارده الكابتن عمرو الحديدي، لان هو بالتاكيد انضمامه للنادي الاهلي قصه فيها معاني، وبترسخ كمان القيم والمبادئ اللي احنا بنتكلم فيها داخل النادي الاهلي. وزي الكابتن طارق سليم قال له بنتمم الصفقه بالشكل اللي انت اديت بيه المباراه الاخيره مع غزل المحله قدام النادي الاهلي، وما كانش ماسك اي فرود، ده كان ماسك الكابتن محمد رمضان في التوقيت ده، كان احد هدافي الكره المصريه بشكل كبير جدا في جيل التسعينات. طبعا كان في ثلاث اربع ماتشات للكابتن رمضان، اخرهم كان ماتش الزمالك. كان في جمله شهيره قالها الاستاذ المستكاوي، محمد رمضان بيعدل الجرافطه في الهدف اللي حطه على قوس ال 18 في كابتن حسين السيد. وكابتن فاروق في احد الاحاديث قال لك رمضان هو مفتاح النادي الاهلي. فكان بالنسبه لي قوي مهم قوي ان انا العب على كابتن رمضان مان. كابتن رمضان من احسن فراوده في مصر بل في افريقيا، بيجيد العاب الهواء بالعاب الرقص كويس قوي. فانا ما كانش لدعوه بالماتش. كابتن زفتاوي انا بلعب عليه مان، وعبد الجليل كان واخده وليد زايد، انا بلعب مانو بس. كابتن رمضان رايح هنا هخرج معاه. فكان بالنسبه لي مهم قوي انك بتلعب على قيمه كبيره واسم كبير زي كابتن رمضان، لو اديت في الوقت ده هتتحسب لك، لو ما اديتش انت برضو بتلعب مع نجم كبير. لا كانت التركيز 300% مش 100% 300% عشان توصل من كل النقاد والمدربين الكبار بيتكلموا عن اسم كبير زي كابتن رمضان. فالاسم لو اتمسك اسم اللي ماسكه هيكبر هيعلى في الوقت دوت طبعا. تمام.
منورنا ومشرفنا يا كابتن عمرو. ربنا يخليك يا حماد، ربنا يكرمك. دي كانت مقدمه بس انا حبيت اعرف بيها الناس. انا بس قبل اي حاجه احنا بنحمد ربنا وبنشكر ربنا شفاء كابتن محمود الخطيب، ونتمنى له الشفاء الفتره اللي جايه باذن الله، ونشوفه تاني في وجود النادي الاهلي، ان كان النادي الاهلي مرتبط بيه، واحنا عايزين الفتره اللي جايه دي نجاحات احنا متعودين عليها في النادي الاهلي. مفيش اي حاجه بتحصل غير ان احنا عايشين معاه وهو بيجري الجراحه العمليه بتاعته، واحنا في نفس الوقت موجودين مع اللعيبه بروحنا وبقلبنا وعقلنا، عايزين مسيره النادي الاهلي اللي اتعودنا عليها تبقى موجوده في كل مره. ان شاء الله القادم افضل، ويعود الكابتن محمود الخطيب الارض سالما باذن الله، ونشوف الاهلي الفتره القادمه بشكل مختلف كما هو معود جماهيره باذن الله. باذن الله يا حماد. طيب كابتن عمرو، انا عايز ابدا معاك بمباراه الاهلي والوصل الاماراتي، او بالاحق هي مباراه الوصل الاماراتي على ارضه ووسط جمهوره، لكن ابدا معاك كمباراه على المستوى الفني. حضرتك لعبت في النادي الاهلي ولعبت في العديد من الانديه المحليه، وسافرت كمان الامارات ولعبت في عدد من الانديه هناك. شايف المباراه على المستوى الفني بالمقياس لنتيجه مباراه الذهاب 2-2؟ لا، احنا لو هنتكلم، بص، النادي الاهلي مجرد قلب الصفحه والكبوه بتاعت مباراه افريقيا خلاص الموضوع انتهى، بفكر في مباراه الوصل. مباراه الوصل دي يعني احنا بنقول النادي الاهلي في 94 دقيقه في مباراه هنا مع الوصل هدف في دقيقه واحده، يعني النادي الاهلي عنده قدرات يقدر يجيب جون في اي وقت. ممكن كان في الوقت دوت بيريح لعيبته، كان عينه على افريقيا في الماتش الاولاني، كان بيطمن على الاصابات. لا خلاص، النادي الاهلي دلوقتي مش جماهيره مش محتاجه من لعيبته غير التركيز وحصد بطولات. بالترتيب هنقول الوصل كبطوله عربيه، بعد كده هيبقى الدوري، وملناش نصيب في افريقيا، يبقى الدوري والكاس، هنبقى موجودين بالتسلسل، بناخدها سلمه سلمه او مرحله مرحله. تمام. الفتره دي النادي الاهلي لعيبته لازم، يعني مش بنقول ان هم لا، هم كبار ما في الكفايه. التركيز والاداء والروح اللي النادي الاهلي فقدها الفتره اللي فاتت ترجع بسهوله جدا، احنا اتعودنا على كده. اما بتخرج مش الجماهير اللي بتحركنا، احنا كنا بنجتمع وبنقول، كان الكابتن صالح يقول لك انتوا اللي الجماهير بتندهكوا، انتوا اللي بتتصيطوا، انتوا اللي بتعملوا الاسم، الكيان مش هيتهز، الكيان مش هيتغير، الكيان هيزيد بيكوا. انت بتزيد بحصد البطولات، كيان النادي الاهلي بيزيد بتجميع اكبر قدر ممكن من البطولات افريقيا وعربيا ومحليا وعالميا لما بنوصل لبطوله العالم للانديه. لعيبه النادي الاهلي عندها قدرات يقدر يحل الالغاز في اي وقت، بس النادي الاهلي لما بيتحط تحت ضغط بيبقى الحلول في مكان واحد هو النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا شايفينه الفتره الجايه، وهنشوف مباراه هايله ان شاء الله يوم الجمعه. طيب تتوقع هي المباراه باذن الله غدا ان شاء الله الساعه 5:30 بتوقيت القاهره ان شاء الله باذن الله. الخميس. باذن الله الخميس. تمام. باذن الله ان شاء الله. طيب المباراه على المستوى الفني، الاهلي لازم يحقق نتيجه ايجابيه، لازم يكسب او يتعادل اكثر من 2-2، لكن اكيد الفريق رايح هناك عشان يكسب ويتخطى هذه المباراه. بالمقاييس الفنيه، شايف في ظل بعض الغيابات اللي في فريق النادي الاهلي، كيف ترى هذه المباراه؟ احنا متعودين النادي الاهلي في كم من اللعيبه، اي حد بيتواجد في البساط الاخضر بيأدي. النادي الاهلي ما بيقفش على لاعب واحد. في الظروف اللي فيها النادي الاهلي دلوقتي هي دي، انا اسف، الغلطه البسيطه اللي كانت في مباراه الترجي، ان انا ضامن الدرون ومش مستعجل المكسب. دخل فيه هدف فابتدى يدي طموح للفرقه الثانيه انها تهدف مره واثنين وثلاثه. الفترة دي أنا رايح ألعب، أنا النادي الأهلي أحسن نادي في أفريقيا، هأدي في أي حتة، أنا رايح مش بلد غريبة، أنا رايح بلدي هأدي، وهيشوف جماهير هايلة وهيشوف تنظيم وهيشوف كل حاجة. أكسب، هو ده طبيعة النادي الأهلي. النادي لما دخل فيه جولين في ماتش الترجي وابتدى يمسك زمام المباراة، لعب 25 دقيقة، هو ده الطبيعي النادي الأهلي يلعب بيه. أنا مش هقول هوصل، هو ممكن يكون عايز يوصل، لو ما جاش هدف ليه يوصل ضربات الجزاء الترجيحيه تابولي. النادي الاهلي عنده استعداد ينهي ويحسم المباراه في الشوط الاول وفي الشوط الثاني، وعنده من اللعيبه ما يملكه من امكانيات تعلي كفه النادي الاهلي بسهوله. اكيد. طيب حجم القلق اللي عند الجماهير، وضع في الاعتبار ان الجمهور اللي هيحضر في المباراه غدا هيكون بنسبه كبيره جمهور النادي الاهلي، لان حتى عايز اقول لك على معلومه، يمكن التذاكر اللي كانت مخصصه لجمهور الاهلي 25% من ساعه الاستاد حوالي 2000 او 2200 تذكره، يعني تم نفذ التذاكر كلها في اقل من حوالي 24 ساعه، وبالتالي متوقع الحضور الجماهيري في مباراه الغد هيكون بنسبه كبيره من جمهور النادي الاهلي. مع الضغوط الجماهيريه والقلق اللي عند الجماهير، بتقيس المساله دي ازاي يا كابتن عمرو؟ الناس يا محمد مش باصه، الناس فرحانه النادي الاهلي رايح الامارات، دي زياره. الجماهير اللي موجوده هناك سعيده بوجود النادي الاهلي، هو معودهم في المباراه السوبر ومباراته مع الزمالك انه بيكسب، ولا هو مش منتظر منه غير ان انت اللي بتسعدني،
انت اللي بتفرحني، انت اللي جاي البلد اللي انا شغال فيها مصدر اسعاد بالنسبه لي، للجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي وجماهير الموجوده في الامارات دلوقتي. اعتقد النادي الاهلي مستر كاردينال كابتن محمد يوسف وسامي ومحمد مصطفى كمال عارفين في المحاضره او في القرايه لمباراه الوصل بتاعت الدور بتاعت الشوط الاول ايه اللي هم طالبينه من المباراه. اعتقد ان هم درسوا فرقه الوصل كويس قوي، مفتيح لعبه فريق الوصل هم البرازيليين اللي موجودين الخط الهجوم الامامي بالظبط. انا عندي خط ظهر النادي الاهلي لازم يحط في حساباته ده سد منيع، مفيش. حط في حساباتك لنفسك في الاول مش هيخش فيها اهداف، هكون انا الخط المنيع قبل ما الكره توصل عند شريف او الشناوي او ايا كان من اللي هيبقى موجودين ليك. اولا كخط ظهر ما بيتمش الاحراز في مرماك اي حاجه، فانت تعتبر من اعلى خطوط الدفاع. وفي نفس الوقت بحمل فراوده النادي الاهلي ان التهديف هو شيء مطمئن لخط ظهره وحارس مرماه، اما بيجيب جون بيبقى عندي طمانينه وبمتلك الكوره وبمتلك زمام الملعب بسهوله، بديها بالتسلسل للحارس لخط الظهر لخط النص للفراوده. ده مطلوب ان النادي الاهلي زي ما انت بتقول يا محمد ان هم خايفين ان افريقيا كان هو الاقرب، مجرد انك خسرت من الترجي دلوقتي انت عندك ادوار نهائيه للبطوله العربيه، فهو ده اللي مقلق جماهير النادي الاهلي. بس مجرد انك كسبت هتلاقي كله انتهى، فقد ذاكره جماهير النادي الاهلي ان في بطوله راحت، مش هيبقى في بطوله اسمها افريقيا، خلاص انا نسيتها، بقلب صفحه وبقطع شهاده ميلاد ماليش نصيب فيها ان انا اكون متواجد في بطوله العالم للانديه. هفكر في الخطوه اللي قدامي ان انا هاخد بطوله زي ما انا معود جماهير النادي الاهلي على ده. طيب عشان نقرب اكتر من الحدث وبعثه فريق النادي الاهلي في الامارات، اطير مباشره الى دبي ومعايا على التليفون الاستاذ وليد فاروق الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه. استاذ وليد مساء الخير عليك وتحيات الكابتن عمرو الحديدي ليك. مساء الخير يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك والكابتن عمرو الحديدي. استاذ وليد عايشني في الاجواء بعثه فريق النادي الاهلي منذ ان وصلت امس الثلاثاء، يعني كيف كان الاستقبال؟ وانت على المستوى الشخصي كنت حريص انك تكون متواجد مع البعثه اول ما وصلت ومتواجد معاهم وعايش بالظبط الحدث ومتواجد في التدريبات وحضرت المؤتمر الصحفي. الاجواء هناك واخبار البعثه واخبار الفريق قبل مباراه الوصل وايضا كمان الاهتمام الجماهيري هناك في دبي بهذه المباراه الكبيره. ده حقيقي يا استاذ محمد، يعني من ساعه وصول البعثه امس وفي حاله واضحه جدا من التركيز الشديد على الفريق بجميع افراده لاعبيه والجهاز الفني والجهاز الاداري، في واضح جدا رغبه الفريق في تحقيق الفوز في مباراه غدا ان شاء الله والعبور للدور الثاني. مهما كانت الظروف السابقه على الفريق لكن خلاص في بطوله انتهت وفي بطوله لسه الفريق فيها وبيحافظ بيحاول ان هو يحافظ على طموحه فيها. الفريق وصل امبارح كان استقبال بصراحه اكثر من رائع من لجنه منظمه للبطوله ومن مسؤولي نادي الوصل، عدد من اعضاء مجلس اداره نادي الوصل حرصوا على استقباله في المطار وكانت لقطه طريفه ان هم استقبلوهم بالورود الصفراء والحمراء، الصفراء لون النادي الوصل والحمراء طبعا النادي الاهلي. الفريق بمجرد ما وصل توجه لمقر اقامته فندق قريب بعيد تمام، يا دوبك يمكن قعدوا ريحوا اقل من ساعتين، بعد كده توجهوا للتدريب الاول مران الاول اللي اقيم على احد الملاعب الفرعيه في نادي الوصل. كانت لقطه يعني مقصوده من الجهاز الفني والاداري والترتيب اللي تم مسبقا من كابتن سمير عدلي ان التدريب اقيم على ملعب فرعي في نادي الوصل في نفس التوقيت اللي اقيمت كانت بتقام مباراه وديه بين منتخب الامارات ومنتخب اليمن على الملعب الرئيسي في نادي الوصل. تمام. كان الهدف انه شويه الجماهير المصريه محبه طبعا اكيد للنادي الاهلي وتهمها ان الحضور والتواجد، لكن الهدف الاسمى اللي هو التركيز من اجل المباراه ده اللي فرض ظروفه على الاجواء، فبالتالي كان الملعب الفرعي بعيد شويه عن التركيز والناس، وحتى اللي راح يدور على الفريق في نادي الوصل لقى في مباراه بتقام في نفس التوقيت. الفريق ادى مرانه امس وكان في واضح روح معنويه عاليه، كان واضح اصرار وحماس، كان واضح تركيز من الجهاز الفني كمان ونوع من الصرامه شويه. بعد المران استمر حوالي ساعه ونص او ساعتين، رجعوا لمقر اقامتهم، تناولوا وجبه العشاء،
الملاحظه ان في اجتماعات بتتم بشكل دوري، اجتماعات يمكن ثنائيه وثلاثيه على مستوى الجهاز الفني والاداري ما بين اللاعبين وما بين الجهاز الفني ككل. يمكن الملاحظ ما كنت متواجد معاهم امس ان بعد العشاء الجهاز الفني عمل اجتماع ثاني، حضروا جميع اعضاء الجهاز مع كارترون، ويمكن الاجتماع دوت خلص بعد منتصف الليل بتوقيتنا هنا. ده برضه ده اللي فيدل على التركيز والرغبه في تحقيق نتيجه تضمن للاهلي ان شاء الله التاهل. طيب النهارده في المؤتمر الصحفي ابرز تصريحات كارتيرون التدريب الرئيسي على ملعب المباراه، الشكل اللي انت شفته في التشكيله، لو في غيابات حصلت، بعض الاصابات الطفيفه كمان حصلت لبعض من اللاعبين هناك، شريف اكرام عنده نزله برد، عاشور كان عنده كدمه بسيطه، يعني حطنا كده في الاجواء بالنسبه للمؤتمر الصحفي وتشكيل فريق النادي الاهلي من خلال رؤيتك ليه تدريبته النهارده الاساسيه. بدايه المؤتمر الصحفي واضح ان زي ما اي حد بيحضر بشكل كويس، يعني اي واحد في مهنته وحتى احنا كصحفيين بنحضر لاي حدث رياضي، واضح ان كابتن كان محضر كويس جدا للمؤتمر الصحفي ومتوقع الاسئله اللي ممكن يسالها، وكانت عنده اجابات نموذجيه لمعظم الاسئله وجاوب بشكل دبلوماسي في بعض النقاط الاخرى. كان ابرز اللي قاله ان هو ما بيخشاش من قرار الاقاله في حاله، يعني ما تردد عن ان ممكن تكون دي نهايه مسيرته لو لا قدر الله حدوث اي نتيجه مش لصالح الاهلي. هو قال ان دي طبيعه مهنه التدريب في العالم كله، وان هو فخور بان هو يرتبط اسمه بفريق زي الاهلي بيشجعه 60 مليون مشجع. بالاضافه قال ان في مدربين كبار تولوا مسؤوليه الاهلي ودي حلقات متصله، وهو تولى بعدها وهو متاكد انه في مدربين هيجوا بعده، وانه في يوم من الايام قريب او بعيد يعني ما هيسيب الاهلي، فده شيء ما بيقلقوش على الاطلاق. مركز في الماتش ومركز في المشوار مع النادي الاهلي بالظبط كده. بالظبط بالظبط. في نقطه كمان كانت متعلقه بانه هل يا ترى الحاله النفسيه بعد خساره النهائي الافريقي بتتطلب وجود معالج نفسي للاعبين عشان اخرجهم من الحاله النفسيه اللي فيها، فكانت مفاجاه للكثير يعني موجودين في المؤتمر ان كارتيرون قال ان هو بيحمل شهادات علم نفس من ضمن مؤهلاته العلميه، وانه الفريق مش محتاج، هو نفسه بيقوم بالدور دوت بشكل كويس، وانه اهم حاجه التركيز في المباراه وتحقيق الفوز، ده اللي هيضمن للفريق ان هو يطوي الصفحه اللي فاتت خلاص بتاعت بطوله افريقيا. قال ان بطوله افريقيا الفريق بذل فيها جهود من الادوار الاولى، ان هو كان بيحتل المركز الاخير في مجموعته، اللاعبين قاتلوا وقدروا ان هم يوصلوا للمباراه النهائيه اللي كان ليها ظروف خاصه وارد انها تحصل في كره القدم، لكن ده ما يعنيش الفريق ان هو لازم يعوض جماهيره بالحفاظ على تواجده في بطوله كبيره وخارجيه زي بطوله كاس زايد للانديه الابطال. كان من ضمن الحاجات برضو مهمة ان هو اتسال عن وليد ازارو وان هو ما وصلش حتى الان وامكانيه مشاركته من عدمه، فهو قال بكره هنعرف هل شارك ولا لا. بالنسبه لحسام عاشور، حسام عاشور كان حاضر للمؤتمر وكان امبارح تعرض لكدمه جديده، لكن هو روحه العاليه وزي ما قال الجهاز الطبي يعني تقريبا تشافى من الاصابه وشارك اليوم في التدريب كمان وجاهز للمفارقه بكره. شريف اكرامي فعلا يعني انا شفته خلال الربع ساعه الاولى من المران اللي هو مسموح فيها الاعلام بالحضور، ما شاركش مع زمايله وكان قاعد بره. بقيه اللعيبه ادت المران دورته بنفس الروح المعنويه العاليه. تمام. اللاعبين مركزين في المباراه، حتى ما بيرضوش يحرجوا كتير مثلا من الجماهير اللي بتقابلهم سواء في الملعب التدريب او في فندق الاقامه انها تتصور معاهم ويطالبوهم بتحقيق الفوز، لكن هم يعني في هدف او في حاجه شغلاهم ما بيقفوش كتير. يعني مش عايز اقول حاجه، ان مقر الاقامه كانه سكن عسكريه، في التزام في انضباط شديد جدا. مباراه مهمه، مباراه كبيره. مباراه كبيره، وتلاحظ يا استاذ محمد كمان انها مباراه تنطبق على النهائيات، يعني صحيح هي مباراه في الدور ال 16 لكن هي بالنسبه للاهلي مباراه نهائيه فعلا. طيب سؤال اخير يا استاذ وليد، الصحف الاماراتيه او تحديدا جريده الاتحاد الاماراتيه ابرز عنوان او منشط متعلق بهذه المباراه؟ والله الصحف بصفه عامه مهتمه جدا ووسائل الاعلام مهتمه جدا جدا بالمباراه ديت، شعبيه النادي الاهلي وبحضوره الكبير في يعني
شغف بالحدث. الصحف كلها عارف حضرتك بتركز طبعا على الفريق اللي بيمثل الامارات باعتباره الممثل الوحيد للبطوله للفرق الاماراتيه في البطوله، البطوله بتحمل اسم الشيخ زايد، فشويه العناوين هيبقى تركيزها شويه على الوصل، مع التاكيد على انه في استعداد كبير جدا ل او عمل حساب لفريق الاهلي بشعبيته الكبيره. كانت ابرز العناوين مثلا تصريح على الفان حسن عبدولي المدير الفني لفريق الوقت، اللي هو قال ان احنا عارفين قيمه النادي الاهلي، عارفين ان هو بطل الحامل لقب القرن الافريقي في افريقيا، احنا بنعمل حسابه، بس استحاله ان احنا نعمل زيه في ان احنا نعتمد على نتيجه مباراه الذهاب. هو قال ان مباراه الذهاب الاهلي اعتمد عليها نوعا ما في مباراه الاياب في نهائي دوري افريقيا وخسر، لكن هو صعب ان هو يعتمد، وكان بيقول ان هدفه تحقيق الفوز في المباراة بكرة. تمام. أستاذ وليد فاروق الناقد الرياضي بجريدة الاتحاد الإماراتية، أنا شاكر جدا ليك على كل هذه المعلومات، حطتنا في قلب الحدث هناك في دبي، ومتابعة خاصة لهذه المباراة الكبيرة، مباراة الوصل والأهلي في إياب دور الـ16 لكأس زايد الأندية الأبطال. كابتن عمرو الحديدي، معلومات كتير قوي بصراحة الأستاذ وليد فاروق قال لنا الأحداث هناك، لكن تعليقك على هذه المعلومات والتصريحات اللي قالها كمان باتريس كارتيرون في المؤتمر الصحفي. شوف محمد، يمكن لسه كنا بنتكلم، بيقول لك تركيز لعيبة النادي الأهلي مش قادرين يحرجوا الجماهير المصرية اللي موجودة في الإمارات في التصوير أو في أي كلام مع حد. التركيز ده هو ده النادي الأهلي. النادي الأهلي الروح والتركيز، روحه في الملعب وتركيزه خارج الملعب. احنا في دور ال 16، لا هو بالنسبه له ده نهائي عشان يقلب صفحه او يطوي صفحه مباراه الترجي. هو دلوقتي النادي الاهلي بيفكر في كده. حتى مستر كاردرون شوف ردوده، ان اجلا ام عاجلا انا همشي، فانا عارف انا بتعامل مع اللعيبه النفسيه ازاي، متوقع كل الاسئله اللي هتتقال في المؤتمر وعندي الردود بتاعتها. انا عارف ان التاريخ هيقول في يوم من الايام ان كاردرون كان مدرب النادي الاهلي، بس هو عايز يقول مدرب النادي الاهلي بالنجاح بتحقيق البطولات زيه زي مستر مالون زي كل المدربين اللي مسك النادي الاهلي. الراجل عايز يعمل تاريخ لنفسه، هو عمل تاريخ لنفسه مؤقت ساعه ما كسب النادي الاهلي مع وادي دجله، هو ده من وجهه نظره. فاما النادي الاهلي استدعاه يبقى موجود، ان انا مدرب كفء، هو عايز يوصل المعلومه لجماهير النادي الاهلي ان انا عارف انكم عشاق للعبه الكوره في النادي الاهلي وعشاق للعبه النادي الاهلي، وهوصل لكم دي. مجرد الماتش يخلص بالمكسب هتشوف تغيير كامل وتعليق كامل بشكل تاني خالص على مستر كارتدرون، الساحر المبدع المؤدي اللي هيقوله كل حاجة. هي وقت ازاي اخرج من الكبوة بنجاح، بخطوة ان انا اخرج من دور الـ16 للدور اللي بعده، بس انا معتبر ان دور الـ16 هو نهائي مبكر بمرحلتين ثلاثة قبل ما اوصل للنهائي. الراجل قال كلمه مهمه قوي في المؤتمر، الاستاذ وليد فاروق قال لنا عليها، يمكن كارتيرون اتكلم ان هو التعامل النفسي مع اللعيب، قال انا معايا شهادات علم نفس في الدورات التدريبيه اللي خدتها، فاقدر اتعامل نفسيا كويس قوي مع اللعيبه في التوقيت الحالي. احنا متعودين اي جهاز فني بيجيب معاه مدرب فني يحلل من بره ومدرب نفسي يحلل، لا الراجل عنده، الراجل هادي جدا وعارف قيمه النادي الاهلي كويس قوي، وعارف يتعامل مع لعيبه النادي الاهلي ازاي. حتى رده على وليد ازارو قال لهم غدا يظهر موقف وليد ازارو، مش صاحب قرار مفاجئ او متسرع، لا هو عارف كويس قوي كل اللعيبه بتاعت النادي الاهلي قيمتها في وجوده وقيمته في وجودهم بامكانياتهم بالنجاح. هتبقى سهل قوي، المكسب يا محمد بيداري اي حاجه، المكسب بيداري اي حاجه، بس في مدربين عشان ده اسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، انا بنجح بس في نفس الوقت بحط نقط الضعف اللي سببت لي مشكله في النادي الاهلي وابتدي اعالجها. ده المدرب الشاطر او المدرب الناجح، اللي انا بكسب بنجاح وبنتيجه في نفس الوقت بعالج الاخطاء اللي عندي، وما بقولش النجاح مكسبه بس، لا في اخطاء يتم معالجتها، وفي حاجه تانية اسمها ازاي النادي الاهلي يرجع تاني من الموقف اللي حصل اللي اللعيبه دلوقتي حاطه نفسها فيه في الضغط العصبي ده، ان احنا خسرنا، ازاي نرجع كل الاجواء حوالينا وتلتف جماهيرنا تاني ان احنا عندنا بطوله جديده رايحين نحققها، هي البطوله العربيه. طيب ادخل معاك بقى في التفاصيل الفنيه وتشكيل فريق النادي الاهلي. عندنا غيابات واضحه، الجبهه اليمنى احمد فتحي ومحمد هاني مش موجودين، من الاقرب من وجهه نظرك انه يكون كريم نيدفيد كظهير ايمن، واعتقد ان هو ادى ال 25 دقيقه في مباراه الترجي فوق الهايل حسب المتاح بالنسبه له، فوق الهايل، ما هو ده الاقرب.
انا مش هطرف حد، لا هو الاقرب بس عنده امكانيات في المركز ده قبل كده. لا بس كريم في التغطيات العكسيه، في الالتحامات، في الزياده، في الدخول دريبلينج في نص الملعب، عنده اكتر من اكرم شويه. اكرم الحته الدفاعيه عنده هايله في العمق وليس على الاطراف. تمام، دي مهمه قوي. طيب حراسة المرمى، يمكن شريف اكرامي البعض كان بيتوقع ان شريف ممكن يلعب المباراه ديت بالتبادل ما بين الحراس، لكن زي ما الاستاذ وليد فاروق قال لنا ان ما كانش موجود في التدريبه الاساسيه وعنده نزله برد. تتوقع ممكن علي ولا لا يبدا برضه بالشناوي؟ لا هيبقى الشناوي برضه. خط الدفاع ما فيش كله بالي وسعد زي ما هو، وايمن اشرف ناحيه الشمال، و90% يبقى حسام عاشور والسوليه. السوليه غايب للاصابه، يبقى وهشام لسه راجع من الاصابه. لا انت مش هتجرب في الوقت ده بقى. خلاص انت مش هتجرب تحط حد في العمق بقى، يبقى اكرم الاقرب، اكرم توفيق الاقرب. تمام. اسلام محارب، وفي وليد ومروان، ولو حب يلعب من تحت حد بسرعته هيبقى صلاح محسن. طب وليد ازارو امبارح كان بيلعب مباراه وديه امام المنتخب التونسي مع منتخب بلاده المنتخب المغربي، لو وصل النهارده متاخر او يعني مش هيلحق يتدرب مع الفريق لان خلاص المباراه بكره، وجهه نظرك يكون موجود على الدكه ولا الجهاز الفني يشوف حالته الاول وجاهزيته للمباراه؟ هو الراجل ما بعدش كتير يعني، ده هو بعد بالايقاف في مباراه تونس اللي فاتت بس، وهو لعب في مباراه المغرب مع منتخب تونس في المباراه اللي كانت موجوده ما بين المنتخبين. بالظبط، مسافه مش بعيده، الراجل رجله في الملعب يعني. مسافه مباراه الترجي بالايقاف للعوده في رادس، عادي. فكره الوقت ده مثلا ما بين المباراه الاخيره ليه مع المنتخب المغربي عن تونس يوم 20 ومباراه الاهلي يوم 22، فرق يوم سفر ساعه يعني. الحته دي يا محمد خلاص بقى، خلاص اختلفت عن زمان. خلاص بقى عن زمان بقى كنا بنقول اليوم والسفر والطياره، لا خلاص بقى الراجل لعيب محترف وامكانياته هو عارفها ازاي يعلي كفه النادي الاهلي. وبعدين مروان هايل الفتره اللي فاتت وكان هايل في مباراه المنتخب، يعني الموضوع مش صعب في فراوده النادي الاهلي، مش صعب. هي المشكله كلها في خط ظهر النادي الاهلي اللي موجودين دلوقتي، البدائل قليله، البدائل مش موجوده. طيب بما انك فتحت موضوع خط الدفاع وانت كنت احد الاعمده الرئيسيه في خط الدفاع، ايه الروشته اللي انت شايفها من وجهه نظرك لشكل الدفاع او الطريقه الدفاعيه او اداء المدافعين في الفتره الجايه؟ يعني هقول حاجه بسيطه، واحنا كنا بنبقى موجودين يوسف وابو الدهب كمونه مشير انا شرف ريم سعيد، كنا بنتفق اتفاق حلو قوي. الملعب يتقسم نصين، انا هاخد الجنب اليمين وهميل على محمد هاني، طبعا كابتن كان الكابتن ابراهيم حسن، كابتن علي عبد الصادق، هميل ناحيه اليمين. مثلا كولوبالي هياخد الجنب الشمال، ايمن اشرف وحسام عاشور، هي كده. انا ما فيش حاجه اسمها ما بلعبش، ما ده مش ثلاثه، ده اربعه يعني، اثنين بس بيبقوا في العمق، الاطراف بتبقى طايره في نص الملعب. تمام، لازم في الوقت دوت يعني لازم حد بيعمل كفر لحد، لو كولوبالي هيطلع ياخد العالي كله يبقى سعد بسرعاته هو اللي يستفيد من دي، لو سعد اللي هيشترك يبقى كولوبالي هو التغطيه. ده اللي لازم، قال لك استاذ محمد في اجتماعات ما بين الجهاز الفني واللعيبه واللعيبه وبعضها، ده لازم انا اقرب ليا حد حسام عاشور، انا هلعب كذا وهعمل كذا، وانت في التغطيه العكسيه هتبقى موجود جنبي، لو انا زدت انت هتقف مكاني. ده اللغه اللي بتبقى ما بينهم. ايمن لو انا خدت ظهرك يبقى لازم كولوبالي ياخد ظهري، يبقى لازم التغطيه العكسيه لكريم ندفت. كل الكلام ده مواقف بتحصل في الملعب بنكلمها احنا شافي عشان بعد كده هتبقى عملي، مش هنكلم بعض واحنا في الملعب بنقول له مش قلت لك هتغطي ورايا، لا دي حاجات لازم بتحصل. بنتكلم ان احنا بنقول له بعد خط الظهر يا جماعه احنا لو ما دخلش فينا جون احنا ماشيين كويس، ونتكلم مع حارس المرمى ادي الخط الاول حارس المرمى، الاربعه اللي في نص الملعب، الاثنين اللي ورا، احنا ما بنلعبش باربعه احنا بنلعب اثنين، سعد كولوبالي هنعمل وهنسى. لازم لغه الحوار ما بين نص الملعب المدافع وخط الظهر لغه مستمره بتوصل بعد كده للاليه بسهوله. خلاص انا عرفت حسام هيعمل ايه والسوليه هيعمل ايه وانا هبقى موجود بعمل ايه. كنتوا بتكملوا بعض في خط الدفاع؟ يعني مثلا لو حد بيتميز في الكرات العاليه او في الضربات الثابته او في التسديدات الراس، اللي جنبه كان بيكمل في الكرات الارضيه او اللعب الارضي؟ هقول لك على حاجه، كنا بنتفق اتفاق جميل قوي، مش الحنفي يقول لي بص كل الحاجات اللي على الارض مالكش دعوه بيها بتاعت انا، اه هاخدها انا، وانت في كل الحاجات اللي فوق تاخدها. كابتن علي عبد الصادق لما كان يلعب عمرو ما تتطرفش بره الصندوق عشان تاخد الكره العكسيه، حتى في الكور الثابته العب انا على الكوره ما امسكش مان، كله يمسك مان والعب انا على الكوره. يعني انت دلوقتي بتشتغل رادار صاد للصواريخ، الكوره بتتحرك فين وانت بتتعامل معاها؟ توقع بقى، يبقى انت بترجع لورا خطوات عشان تبتدي تتعامل معاها. معظم او مش عايز اعممها كل لعيبه خط ظهر مصر بلا استثناء بتقف موارب. ليه؟ ما انا ظهري دوت على هيئه حراسه المرمى، اقف صح، الوقفه صح بالنسبه لي اقدر اتعامل مع الكوره، اما ارجع خطوات عشان اطلع لقدام هتبقى سهله، بس اما ارجع بظهري هتبقى صعبه كتير قوي.
هيبقى الفرود اقوى في الالتحام عني. لازم في الوقت ده لغه الحوار ولغه الكلام بيني وبين زمايلي تبقى كتيره. احنا كنا بنستغرب اما مستر هاريس يقول لك خلي الفرود يخش لجوه، ازاي احنا عايزين نلعب بالعرض عشان اطلع دماغ؟ لا، دخله جوه عشان هيقابل واحد واثنين وثلاثه، ما يلعبش على الاطراف، على الاطراف يبقى اصعب. احنا النادي الاهلي اللي بدع لعب الاطراف الاوفرلاب والتيك اوفر والحاجات دي. لو بصيت على الاهداف اللي دخلت في النادي الاهلي في مباراه تونس، هو الدرس ان اللي منتخب مصر اداه في مباراه تونس اللي هو الوان توات من العمق وليس من على الاطراف. لعبنا من العمق، الهدف اللي جه من العمق، الاختراق كان من العمق بالظبط كده، الثلاث اهداف كانت من العمق. احنا متعودين بقى ان احنا بنلعب على الاطراف، خلاص الناس عرفت ان الكور العرضيه صلاح محسن هيدرز، بس مش بقيمه هيدرز وليد ازارو او صلاح محسن او مروان محسن. العاب الهوا دي كنا بنقول كابتن رمضان وكابتن ايمن شوقي وكابتن حسام حسن فيليكس كتير، كابتن عادل عبد الرحمن كتير كتير موجودين، ما عندكش حيره، عندك لكل لغز فنان بيحلها، فنان بيحل اللغز ده. فهو الوقت دوت العمق وامكانيات النادي الاهلي والفرق المستوى مش تقليلا من قيمه الوصل ما بين النادي الاهلي ولاعيبته لامكانيات لاعيبه الوصل، اعتقد ان النادي الاهلي اعلى بكتير بكتير. تمام، انا بس تعمدت اسالك ليه على شكل خط الدفاع، لان كابتن عمرو الناس تقول لك مثلا سليف كوليبالي بيتميز بشكل قوي جدا في الكرات العاليه، لكن على المستوى الكرات الارضيه مش بنفس القدر، لكن بالتالي انا عايز ادي مثال ليه، لانك اديتني مثلا مميز جدا مشير حنفي في التوقيت ده في التسعينات كان يقول لك الكرات الارضيه سيبها لي دي بتاعتنا وانت بتتميز في الكرات العاليه. ده الشكل اللي ممكن يحصل في خط الدفاع حاليا دلوقتي، لو انت شايف ان سعد سمير بيتميز في الكرات الارضيه في تميز اكتر لسليف كوليبالي في الكرات العاليه او الكرات العرضيه، فالناس بتركز على اداء لاعب بتقيمه ايجابي وسلبي وبتنسى الشكل الدفاعي او السلسله اللي موجوده في خط الدفاع. اكيد الاربعه في خط الظهر بيكملوا بعض. انت في الوقت اللي جه فيه كولوبالي طرفت ايمن اشرف حتى في المنتخب الطرف ناحيه الشمال، ان ايمن بقى في الحته دي خلاص في القلب. خلاص بقى عنده نضوج عالي قوي نلعب في الحته ديت كسرد باك. اما كان مشير بيقول لي بتعامل لازم التغطيه العكسيه لو انا بلعب باثنين. سعد عنده من السرعات والمان والسرعه والعاب الهواء كويس قوي، كوليبالي عنده بطء بسيط، كلنا كل الطوال عندهم بطء، انا بنميه ازاي؟ بشغل كتير، سرعات كتير، رشاقات كتير، مرونه كتير. احنا لا احنا مش بنتكلم على لعيب ناشئ، ده لعيب محترف ومنتخب مالي ولسه مؤهل لكاس امم. اما بشتغل في الحاجات الصغيره دي هي اللي هتفرق معايا، الحاجات اللي فيها مهاره وفنتات سريعه ده شغلي. انا لاعب كل الفراوده بنفس الاسلوب، كل الفراوده المهاريه بنفس الاسلوب، كل الفراوده اللي فيها سرعات عندي سعد يشتغل في السرعات وانا اغطي وراه. لو انا كل الالعاب الهواء ليه بلعب بجنبي؟ ما اطلع النادي الاهلي طول عمره من ايام ما كان بيمرنا تمرينات تخصصيه كابتن ماهر همام اللعب من الامام، اللعب برؤيه. كان الكابتن مصطفى يونس يقول لي اللعب مواجه وما تطفش ابني هجمه. ما هو انت في الاول حاجه كنت بتتعامل مع الكوره، بعد كده اما امتلكت العاب الهواء ابتديت تبني هجمه، يعني تستفيد من الكره العاليه ببناء هجمه على الاجناب، عماره او يوسف او ياسر او نخله من ناحيه اليمين لازم. اما كان الكابتن حسن يقول لي هغطي ما تقلقش، هو ده لغه الحوار ما بين لعيبه بعضها، ان انا لو الغط في غلط شيلني فيه وبعدين نصحح. ما هو اللي انا هغلط فيه وهتلاشاه بعد كده هيبقى هو خبره بالنسبه لي، اللي انت غلطت فيه تعامل معاه. انت بقى راجل منتخب مالي لا انت النادي الاهلي جايبك عشان يبقى ليك بصمه على كل لعيبه اللي موجوده لغايه ما رامي يخف ولا سعد موجود ولا ايمن يخش جوه في وجود علي معلول. لو موجود، لو علي معلول جوه كنت هتلاقي ايمن جوه جنب سعد. خلاص انت المفروض تكون على دي قبل ما تكون انت بتشيل هدف عن مرمى النادي الاهلي، انت في الكوره العاليه تكون هدف للنادي الاهلي بالطول ده والتعامل ده. انت طمعت جماهير النادي الاهلي عشان انت احرزت اهداف، احرز هدف مرمى تاون شيب. انت تعودت على كده، عودتني على كده، خلاص يبقى لازم ده الفتره اللي جايه. بمناسبه هدف كوليبالي في تاون شيب، انا فاكر هدف ليك مع الجمال السيد كانت مباراه الزمالك اعتقد، اسيست منك ضربه راس الجمال السيد احرز بيها هدف. بص كمان يعني الاثنين المدافعين في خط الدفاع النادي الاهلي كانوا بيكملوا هجمه واحرزوا هدف. بص انا اقول لك على مباراه كسبنا السويس 3-1 وكانت سفير السويس ماشي كويس وكان كسبان الزمالك في استاد السويس 1-0. كان مستر هاريس يقول لك كابتن رضا او كابتن مجدي طلبه او هشام اعمل اوفر على القريبه، عمرو الحديدي يعمل زحلقه للكوره. كان بيتواجد عادل ويتواجد الكابتن حسام ويتواجد الكابتن رمضان. خلاص بقت بالنسبه لنا
شيء محفوظ. اما كانت بتتعمل علينا كنا بنتفق اتفاق، اقول له مشير خد العارضه وانا هتعامل مع على العارضه القريبه اسبق العبها قبل ما ياخدها. بالظبط كده، تمام. كنا بنتفق ان هي بتتعمل على ارتفاع معين. فبرضه يا محمد لغه الحوار في اللي عليك قبل اللي ليك، اصل اللي ليك انت اللي هتهدف بيه، اللي عليك انت ملتزم بيه انك تبعد عن مرمى النادي الاهلي خطر معين في جاده العاب الهواء. وبسبب الموضوع ده يمكن كانت اللعيبه بتتكلم وجبت جوان بدماغي ملك العالي، الحاجات دي حلوه في لغه الحوار حتى بره الملعب، بتديك انتعاش ونفسي انك انت امتلكت الاسماء اللي بتلعب عليها، وصلت انك انت تبقى مجيد لالعاب الهواء على كل الاسماء اللي موجوده. فدي مهمه قوي، مهمه قوي إيه ان يتقال شبكه النادي الاهلي اعضاء. احنا وصلنا 18 مباراه مره في وجود الكابتن شوبير، ما حدش بيخش 18. كان الكابتن طارق يقول لك اعمده النور النادي الاهلي بتضلل على اي حد، كان منى والحديدي وابو الدهب بعد ما جمال مشي كانت بتتقال كده. اما تتفق بقى مشير ها احنا هنلعب، احنا رجعنا بعد الاصابه هنلعب، هتعمل ايه؟ اقول له مشير لم وانا اشغل لك الطيارات فوق، خد انت المدافع اللي تحت وانا اشغل لك في الطيارات اللي فوق. الاتفاق ده مهم قوي، تمام. واما نلعب مان هتبقى لمده قد ايه؟ دقيقه ونص، هنلعب مان تو مان خلاص انتهي. وبعد كده بناخد نفسنا، وبعد كده بالصوت بقيت بعرف ان ده مشير قال لي اتحرك كذا وانا بتحرك الي الجهه الثانيه. طيب لو ارجع شويه واتكلم على مباراه الوصل تاني، نتيجه مباراه الذهاب كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ طبعا، بس مش حاجه بتخض يعني، عادي وارد. النادي الاهلي في احسن حالاته سنه 95، اسوان خسران من كل الفرق وكسبنا في استاد القاهره 2-0 2-0 فول تيم، نجوم النادي الاهلي بالكامل في التسعينات 95، ما لهاش حسابات. حساباتها ابعد حاجه ان النادي الاهلي بينا وبين بعض بنقولها عامه، مش بنسكن الناس بالكلام. لعيبه النادي الاهلي كانت المصابين بيتجربوا مش تقليلا من امكانياتهم، لا ده الاطمئنان عليهم. كان عندي بطوله افريقيا، عناية على بطوله العالم للانديه، هقول ان دي مرحله تانية، دلوقتي بقت مرحله اولى، غصب عني اتحطيت في ضغط، خلاص الموضوع انتهى. الاول كان عندي مرحله بطوله افريقيا، دلوقتي بقت مرحله تانية خالص، بطوله افريقيا انطوت وعدت، بفكر دلوقتي في البطوله العربيه. خلاص بقت مطلوب مني دلوقتي ان انا احقق حاجه عشان اخرج من الكبوه النفسيه اللي انا فيها. لازم. شايف توقيت مباراه الوصل جاي بشكل جيد؟ هايل، في الوقت دوت لعيبه النادي الاهلي اعلى قمه او اعلى تركيز هيبقى في تاريخ النادي الاهلي الفتره دي. التوقيت ده بلا شك. سواء على المستوى العربي او الدوري حتى. بص النادي الاهلي دلوقتي شعاره حاجه واحده، البطوله من ماتش واحد، البطوله من شوط واحد. هتشوف باذن الله بكره ناس تانية خالص غير اللي انت شفتها في اللعيبه مستثاره. ما هو النقد والاسلوب والكلام اللي بيسمعوه اعلاميا في التلفزيون في الزملاء في الصحاب هتلاقيه كلام جامد، كلام يزعل، كلام يخليك مش عايز تتكلم مع حد، مش عايز تدلي باي حديث، مش عايز تتكلم غير في بعد المباراه بنتيجه، عايز ترد في الملعب بس. خلاص رد في الملعب هو شيك بالنسبه لي. قبل كده الناس شككت في رصيدي ان انا اقدر اجيب بطوله زي دي، لا انا عادي. النادي الاهلي ياما ضاع منه بطولات، بس ياما جاب بطولات. احنا متعودين انك بتخرج من ده بالاجتماعات اللي انتوا عملتوها مع بعض. انك رايح تلعب في بلدك، رايح تفرج جمهور حياته كلها وهو موظف متغرب في الامارات ان يفرح ان النادي الاهلي هيفرحه بالمكسب بكره. ده مطلوب مهم قوي. تمام. طيب اخر جزء النهارده في حوارنا يا كابتن عمرو، برضو اسالك على يعني في سؤال سريع كده، فوز المنتخب الوطني على المنتخب التونسي والاداء اللي ظهر بيه اجيري مع منتخبنا الوطني، شايف المرحله دي بالنسبه لمنتخبنا ازاي؟ كانت الكلام على مستر اجيري في الاول الماتشين اختبارات بسيطه لمستوى النيجر واسواتين. بالظبط لمستر اجيري. بعد كده هو ورى الناس كلها امكانياته الهجوميه رغم التهديف في مرماه، ان انا اقدر اجيب جون واثنين وثلاثه مع منتخب متكامل مستقر اسمه منتخب تونس. والفرحه اللي فرحت الشعب المصري وجمهور النادي الاهلي بالاخص ان هي جت بعد مباراه النادي الاهلي، تحس ان هي لمست شويه يعني، وصلت للناس لايه؟ اضطر راح ورجع لي تاني، اضطر راح ورجع لي تاني. ليه؟ عشان كانت النغمه قبل المباراه طول عمرنا بنكسب في رادس، طول عمرنا بنكسب في تونس، طول عمرنا بنحقق البطوله في تونس وبنرجع بيها.
كان الانذار اللي ظهر للنادي الاهلي في وفاق ستيف، بس ما لحقناش نستوعب، استوعبنا بعد ما خسرنا. لا اعتقد دلوقتي النادي الاهلي هيبقى شعاره ناري، تمام. شعار ناري ما فيهوش اي كلام غير المكسب وبس. تمام. المنتخب ماشي في طريق جيد، اعتقد عشان ملمومين كويس، كابتن هاني رمزي وكابتن احمد ناجي ومصطفى اجيري او الجهاز الفني بالاجماع عنده من الثبات الانفعالي والذكاء، ما بتصروش اي اقاويل لاي لعيبه خارجيه، هو مركز يعمل ايه وعنده ردود كويسه قوي وعنده طموح يروح بمنتخب مصر فين. كابتن عمرو كلمه اخيره. احنا منتظرين بكره تفرحونا، احنا تعودنا منكم انتوا بالذات بتفرحوا الشعب المصري، احنا عارفين وواثقين في امكانياتكم، عارفينكم انتوا مصدر الفرحه لينا ابناء النادي الاهلي، للناس اللي ما دخلتش وما عاشتش جوه النادي الاهلي، انتوا بتوع الصعب بتوع الشدائد، انتوا رسمه الابتسامه اللي موجوده في مصر بقالها سنين، فرحوا التمانين ولا الميت مليون ايا كان اللي بيشارك البطوله العربيه دي، بطوله بتضاف ايا كان اسمها للشيخ زايد او ايا كان اسمها، ارجعوا فرحونا تاني واحنا تعودنا منكم على كده. كابتن عمرو حديدي شرفتني ونورتني، وفقره بصراحه على المستوى الشخصي استفدت بيها، مش هتكلم في الامور الفنيه بس، لانك كمان رجعتني في ذكريات التسعينات والجيل الجميل، جيل التسعينات اللي كان متالق بشكل خاص كمان على المستوى المحلي، 7 دوري ورا بعض من 92 93 حتى موسم 99 2000. والله يا محمد انتوا اللي بتفرحونا، بترجعونا للناس تاني، وبترجعونا نتمنى نرجع نلعب تاني، بترجعونا سنين ورا بنقول احنا عشنا في النادي الاهلي لعيبه، خرجنا من النادي الاهلي مدربين، نجحنا في حياتنا العمليه باسم النادي الاهلي اللي اتعلمناه في بيتنا احسن من اللي اتعلمناه في بيوتنا الشخصيه. النادي الاهلي كيان كبير ما بيتهزش، لعيبته بتزوده ما بتقللوش. شرفتني ونورتني كابتن عمرو. شكرا. شكرا محمد، ربنا يخليك يا حماده. فقره كانت فنيه متميزه مع احد لاعبي جيل التسعينات الكابتن عمرو الحديدي والقياده الدفاعيه في خط الدفاع، واتكلم فيها بشكل خاص على الطريقه الدفاعيه اللي كان بيلعب بيها جيل النادي الاهلي في التسعينات، وما هو قادم بالنسبه لفريق النادي الاهلي امام الوصل الاماراتي. لكن ما تروحوش بعيد، بعد الفاصل الفقره كره القدم العالميه ومسك الختام النهارده في برنامجكم الاهلي الليله. اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومسك الختام النهارده في برنامجكم الاهلي الليله، وبالتاكيد عندنا اخبار رياضيه كثيره متعلقه بكره القدم العالميه خلال الفتره الحاليه. طبعا كلنا عارفين ان الاجنده الدوليه والمنتخبات الوطنيه بتشارك في سواء التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم في قاره افريقيا او حتى دوري الامم الاوروبيه في قاره اوروبا، لكن بشكل عام ما فيش بالطبع دلوقتي مباريات في الدوريات الاوروبيه طبقا للاجنده الرسميه من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. وبالتالي هناك اخبار كثيره متعلقه في بعض الانديه المحليه او الانديه الاوروبيه، بالاضافه كمان الى استعدادات المنتخبات في الفتره الحاليه سواء على المستوى الافريقي او حتى على المستوى الاوروبي. يمكن في خبر مهم جدا، الحارس الالماني الشهير اوليفر كان بيقترب من رئاسه نادي باير ميونخ. يمكن الخبر بيقول بات أوليفر كان حارس مرمى نادي باير ميونخ والحارس الأوفر حظا في الكرة الألمانية قريبا بشكل كبير لخلافة أولي هونيس رئيس النادي البافاري في منصبه كرئيس للنادي الألماني. كان هونيس قد صرح مؤخرا بأنه يعتزم التنحي عن منصبه خلال 2 أو 3 كحد أقصى حال وجد البديل المناسب لقيادة النادي الألماني. وذكرت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن أوليفر كان البالغ من العمر 49 عاما وهو حارس كبير شارك في العديد من مباريات المنتخب الألماني في كأس العالم، بات مرشحا لتولي منصب رئيس نادي باير ميونخ. أشارت الصحيفة إلى العلاقة الوثيقة التي تربط أوليفر كان بالرئيس الحالي لباير ميونخ وهو ما يعزز حظوظه في تولي هذا المنصب. يذكر أن لوسر ماتيوس نجم نادي باير ميونخ السابق قد رشح في وقت سابق أيضا أوليفر كان لخلافة كارل هانز رومانيجا الرئيس التنفيذي لنادي باير ميونخ. أيضا كلنا عارفين خلال الفترة القادمة في مرحلة من الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم وتدعيم الصفوف، ويمكن في خبر في كرة القدم الأسبانية متعلق بأن ريال مدريد الأسباني النادي الملكي بيستقر على إعادة أو استعادة نجم نادي تشيلسي.
هو اللاعب الكرواتي ماتيو كوفازيتش. هو لاعب بالتأكيد معار إلى صفوف نادي تشيلسي، لكن نادي ريال مدريد اتخذ قراره النهائي بشأن اللاعب الكرواتي المعار إلى نادي تشيلسي لاستعادته من جديد إلى النادي الملكي. يمكن موقع ديفينسا سنترال الأسباني اتكلم في سياق هذا الخبر أن نادي ريال مدريد بيريد استعادة اللاعب الدولي الكرواتي والإبقاء عليه في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأسباني. أكد الموقع أنه في حال أصر اللاعب على الرحيل مثلما فعل الصيف الماضي سوف يتم بيعه في مزاد لمن يدفع مبلغا أكبر. اللاعب الكرواتي كان في خلال الصيف الماضي كان فضل الرحيل عن النادي الملكي والانتقال لنادي تشيلسي، فبالتالي الموقع الأسباني بيتكلم أن اللاعب لو أصر على عدم العودة إلى نادي ريال مدريد سيتم بيعه في مزاد، ومن سيدفع مبلغا أكبر سيتم الانتقال وبيع اللاعب. خلال الفترة الأخيرة كلنا شفنا التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وطبعا الأجندة الدولية الرسمية من قبل الفيفا والكاف خلال الفترة الحالية فيها مباريات رسمية عديدة في المنتخبات الأفريقية. المنتخب الموريتاني يمكن من أبرز المنتخبات التي تأهلت بشكل رسمي إلى كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون خلال الصيف العام القادم، وكان هذا التأهل بمثابة المفاجأة الكبيرة، لكن ليست مفاجأة في تأهل منتخب موريتانيا، لكن المفاجأة في الأداء والمستوى المتميز الذي ظهر به المنتخب المرابطون خلال التصفيات الأفريقية وتحقيق انتصارات عديدة سواء على المنتخب البوركيني أو المنتخب الأنجولي أو حتى المنتخب البتسواني سواء في مباراة الذهاب أو العودة. مدير الفني لهذا المنتخب الفرنسي مارتينيز بيرغب في تمديد عقده مع منتخب موريتانيا بعد سلسلة النجاحات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة. لكن لمزيد من التفاصيل بينضمنا على الهاتف الأستاذ محمد البشير مدير تحرير موقع موري جول الموريتاني. أستاذ محمد مساء الخير عليك. مساء الخير، تحية طيبة طبعا. أهلا بيكم. أهلا بيك، وعايز أقول لك مدى سعادتنا هنا في مصر وفي قناة النادي الأهلي بتأهل المنتخب الموريتاني إلى كأس الأمم ونهائيات كأس الأمم في الكاميرون لأول مرة في تاريخ كرة القدم الموريتانية. الله يخليك، شكرا لك وشكرا على قناة الأهلي نادي القرن النادي الأعظم في القارة. أيضا هذا الشعور مشكورين عليه، ومصر طبعا معروفة بانتمائها العربي، ومصر وموريتانيا أكثر من أشقاء. شكرا لكم أيضا، أنا أتمنى التوفيق لنادي الأهلي غدا في مواجهته مع نادي الوصل. كل التوفيق لنادي الأهلي وكل الشكر لكم. طيب أولا مشوار موريتانيا في التصفيات، حدثنا عن المشوار كان ازاي، والتأهل ده من خلال قيادة فنية للمدير الفني الفرنسي مارتينيز اللي تولى القيادة الفنية لفريق منتخب موريتانيا. نعم، المشوار بدأ أولا بالقرعة. القرعة وضعت موريتانيا إلى جانب بوركينا فاسو، ذلك القارة في آخر الكان، والمعروف أن مصر من أقصى بوركينا فاسو في الكان الأخير. ايضا وضعتنا مع الانغولا، وانغولا احد افضل الانديه، احد افضل المنتخبات في القاره، وتاهلت من قبل الى كاس العالم 2006 في المانيا. بوتسوانا ايضا هي الخصم الثالث واحد افضل ايضا نسبيا المنتخبات في القاره وتاهلت من قبل. المجموعه الكل ظن ان موريتانيا هي الاضعف، هي الحلقه الاضعف، هي محصله النقاط، لكن كل هذا تلاشى عندما واجهنا بوتسوانا اولا في بوتسوانا وحققنا 3 نقاط. كانت النتيجه هدف لصفر من تصريح المهاجم عبد الله السوداني. بعد ذلك واجهنا بوركينا فاسو هنا في نواكشوط على ملعب الشيخه والبيضيه، وكان التاكيد على ملعب الشيخه والبيضيه هنا امام الجماهير 2-0. هزمنا خيول بوركينا فاسو لنعلن امام الجميع ان موريتانيا على طريق اليوندي الصحيح. بعد ذلك في الجوله الثالثه رحلنا الى انغولا، هناك وضمنا حقيقة كانت النتيجة ثقيلة وثقيلة جدا، 4-1، لكن برأيي الشخصي كمتابع وكمتابع للمنتخب هذه النتيجة هي من ما يعني أعطتنا قليل من لنذق قليلا ولنكن واقعيين. من أراد أن يكون على صدارة هذه المجموعة، من أراد أن يتأهل، لابد أن يكون واقعي. لذلك بعد 4 أيام من تلك الخسارة هنا في نواكشوط أعدنا الأوراق وأعدنا تلميم أوراقنا وصححنا المسار، فزنا على نفس الخصم أنغولا بنتيجة 2-0 هنا في ملعب شيخة والبيضية بتوقيع المهاجم أدم أبعاد. بعد ذلك عدنا إلى صدارة المجموعة، كنا فقدناها بالجولة الثالثة، بالجولة الرابعة عدنا إلى صدارة المجموعة بتسع نقاط. كان كل ما ينقصنا هو الفوز 3 نقاط في المرحلة في الجولة الخامسة أمام بوتسوانا. وحقيقة أقول لك بأننا عشنا هنا أيام صعيبة نفسيا، لا أقول بأن المخاصم بوتسوانا جاء إلى الجولة الخامسة وهو رسميا خارج البطولة.
جاء الى الجوله الخامسه وهو لا يمتلك اي هدف في هذه التصفيات، لكن صعوبه المباراه لم تكن بالخصم، صعوبه المباراه هي ان الجميع اللاعبين الاداريين الجهاز الفني الجمهور يعلم بان 90 دقيقه تفصلنا عن تحقيق الحلم، الحلم الذي لطالما راود جميع الموريتانيين، تصور ان يكون 4 ملايين ينتظرون 90 دقيقه وينتظرون 3 نقاط، العبء كان كبير على اللاعبين امام بوتسوانا هنا في نواكشوط. تحول اللعبة ترجم سريعا الى هدف للخصم بوتسوانا في الدقيقه الثالثه من عمر المباراه، وكان واضحا من ارتباك اللاعبين، لكن تداركوا سريعا وعدلوا النتيجه عن طريق اسماعيل جاكيتا في الدقيقه العشرين بعد ذلك، والمباراه تنبض انفاسها الاخيره، جاء الهدف الفوز. لا ادري كيف اصف لك فرحه في الدقيقه 85 المتفرج في الملعب، ولا حتى 4 ملايين موريتاني والتي الان العنوان الابرز في جميع الصحافه في جميع الاعلام، موريتانيا في الكان لاول مره. طيب انعكاس ده على التعاقد المدير الفني الفرنسي مارتينيز، خلاص هيمدد التعاقد ويستمر مع المنتخب الموريتاني حتى كاس الامم الكان خلال الفتره القادمه في الكاميرون صيف العام القادم باذن الله. قبل ما اجيبك على السؤال دعني اقول لك بان افضل قرار قامت به الاداره الفنيه وقامت به الاتحاديه الموريتانيه هو التجديد لكورنتان مارتينز بعد الفشل الذريع الذي حصل مع منتخب موريتانيا للمحليين ببطوله امم افريقيا المحليين 2018 بدايه السنه بالمغرب، هناك هزمنا 3-0 من المغرب من السودان من غينيا، الجميع طلب ان يقال مارتينز بعدها حتى من المحليين ومن المنتخب الاول، لكن الاداره برئاسه احمد اليحيى رئيس الاتحاد الموريتاني حكم العقل ولم يحكم العاطفه، هذا القرار حقيقه انا من مؤيديه ومن واعجبت به بعد هذا الانجاز، عرفت بان هذا القرار كان صعيب جدا. بخصوص سؤالك، كورنتان مارتينز في نقطة صحفية قبل يومين قال بالحرف الواحد بأنه يريد أن يخوض النهائيات مع موريتانيا، قال بأن الكرة الآن في مرمى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم والوزارة الوطنية وزارة الشباب والرياضة، وأن هناك مباحثات لتجديد العقد. لنكون واقعيين، إن سألتني عن رأيي الشخصي، لا يوجد في القارة الآن مدرب بذلك الاسم، هناك مدربين فشلوا مع منتخباتهم لم يتأهلوا، أو مدربين نجحوا مع منتخباتهم وتأهلوا، يبقى كيف تعين مدرب فشل في تحقيق إنجاز مع منتخبه بدل مدرب؟ أعتقد أن مدربنا الآن هو الأفضل في الساحة، أفضل في الأمن، أفضل في الكفاءة، ايضا يمتلك مجموعه متفاهمه، هذه الامور تجعل الاتحاديه في موقف لا تحسب عليه، اكيد بان مارتين سيضع شروطه وفي الاخير ستقبل الاتحاديه والوزاره الوطنيه ووزاره الشباب والرياضه. اكيد اختياره جاء بشكل جيد لانه كمان جاء خلفا لباتريس نوفو المدرب الكبير في القاره الافريقيه، لكن مارتينيز نجح لكن باتريس نوفو لم ينجح. بالفعل، لكن مارتينيز نجح لكن باتريس نوفو لم ينجح. طب سؤال اخير استاذ محمد، يعني مدى تأثير تأهل المنتخب الموريتاني على الأندية الموريتانية اللي هتشارك في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية اللي هتبدأ إن شاء الله في الأدوار التمهيدية نهاية هذا الشهر؟ لا نتوقع حقيقة أن هذا التأثير لا يكون تأثيره فقط على الأندية، على الكرة الموريتانية بشكل عام، على اللاعبين، على الاحتراف، هي مجموعة، هي منظومة ستتحسن، على البنية التحتية، أتوقع أن تتطور البنى التحتية، أن تتطور الأفكار على رؤوس المجموعة التي تسير كرة القدم، خصوصا الأندية في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية. بما يخص الأندية المشاركة، أكيد بأنها دفعة معنوية، لدينا نادي كينغ نواكشوط سيستقبل الاتحاد، سيستقبل الاهلي بنغازي هنا في نواكشوط يوم 25 نوفمبر، بعده بطل اف سي نواذيب وبطل الدوري كينغ نواكشوط سيستقبل استاد ابي جاه، بينما اف سي نواذيب سيستقبل اهلي بنغازي. ناديين اكيد بان اف سي نواذيب يمتلك عناصر في المنتخب الوطني، مثلا الحارس الاساسي سليمان جلو والذي كان علامة بارزة خلال التصفيات للأمانة، هو حارس أساسي في أفسن واذيبو، لديهم أيضا خط الوسط هناك لاعب من أفسن واذيبو وهو أساسي، الحديث عن عبد الله سليجي، لديهم أيضا المهاجم البديل
شاروخ حسين وديب كما يقال عليه حمي الطيجي، هذه مجموعه عناصر بالمنتخب الاول وتنشط في حسين وديب، سينعكس على المشاركه الدوليه. اتمنى التوفيق طبعا لانديتنا في المسابقات القاريه، واكيد كره القدم الموريتانيه الان خطوات متقدمه، واتمنى لها التوفيق وابارك لجميع الموريتانيين اينما كانوا. استاذ محمد البشير مدير تحرير موقع موري جول الموريتاني، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للمنتخب الموريتاني، منتخب عربي شقيق بيتاهل مع منتخب مصر وتونس والمغرب والجزائر، وننتظر باذن الله في الجوله الاخيره تاهل المنتخب الليبي على حساب الاولاد البافانا بافانا في الجوله الاخيره امام منتخب جنوب افريقيا. كل التوفيق للمنتخبات العربيه التي تاهلت بشكل رسمي الى كاس الامم الافريقيه القادمه في الكاميرون صيف العام القادم. بهذا الاتصال التليفوني نكون وصلنا لختام برنامجكم الاهلي الليله. يمكن النهارده كان في اطلاله للعديد من الفقرات، بدايه زميلي ايهاب الخطيب كان مع الكابتن علاء ميهوب واطلاله هامه جدا على مباراه الاهلي والوصل الاماراتي، والختام مع الكابتن عمرو الحديدي وفقره الكره العالميه واطلاله متعلقه بالاجنده الدوليه والمنتخبات الافريقيه وكره القدم الاوروبيه. شكرا لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.